أهلا وسهلا فيكم جميعا. معظمكم صار بيعرفوا بعض، حضور صباح نوعي الخير. مميز، حضور نوعي ومميز، والكل نحن مرحب فيه. على مدى 3 ساعات حنكون في هذه الندوة المخصصة للحديث عن الإعلام الرقمي وكل ما يتصل به، تعليمه من حقوقه، من حقوق المواطنين، مما يتعلق بما يتصل فيه من علم البيانات وغيره. 3 ساعات من البحث بين مجموعة من الخبراء من دول عزيزة علينا: ألمانيا، السويد، الأردن، مصر وسلطنة عمان. أهلا وسهلا بالجميع، ما راح أطيل عليكم، راح تتوفر الفرصة أمام الجميع للحديث وللتعقيب ولطرح الأسئلة والمداخلات، بشرط أن تكون مختصرة لأن المدة اللي بين إيدينا هي 3 ساعات ولدينا 6 متحدثين أساسيين. ولكن قبل ذلك كله خلينا نبدأ مع السيدة نبال ثوابتي، مديرة مركز تطوير الإعلام، لشرح الهدف ومن هذه الندوة ومن هذا التجمع. تفضل يا نبال. شكرا عماد، يزيد فضلك، وتحياتي لجميع الزميلات والزملاء. هذا اللقاء واحد من اللقاءات اللي بهمنا في جامعة بير زيت، مركز تطوير الإعلام، إنه إحنا نفكر مع الجميع في أهم الأسئلة. بصراحة يعني أنا ما عندناش كثير إجابات حول موضوع الإعلام الرقمي. مركز تطوير الإعلام لما بلشنا نشتغل على موضوع محو الأمية الإعلامية بال2007، كان في ذاك الوقت هو تحدي انه ندخل على الميديا ليترسي، محو اميه اعلاميه، وبصراحه نجحنا وحققنا العديد من الانجازات، بدءا من انه احنا ندخله كمنهاج ضمن الانشطه اللامنهجيه في وزاره التربيه والتعليم، الى انه احنا نطور ادله خاصه للمعلمين وللمتعلمين، الى اخر شيء حاليا شغالين عليه في موضوع السوشيال ميديا. بس في موضوع محو الاميه الرقميه، هو بصراحة هذا الموضوع المربك لنا جميعا، لأنه إحنا ما كانش عندنا فرصة إنه ندخل فيه بهدوء وبتخطيط زي ما إحنا متعودين دائما. إحنا فاجأتنا الكورونا بإنه إحنا صفينا كأفراد وكعائلات وكمؤسسات وكدول، إنه إحنا عم بنواجه موضوع التعليم عن بعد والتعليم الرقمي اللي من ضمنها طبعا الإعلام الرقمي. وبصراحة يعني الأكثر الأشياء اللي إحنا بنحب نركز عليها اليوم موضوع السيناريوهات المستقبلية، شو في عندنا إحنا خطط مستقبلية في موضوع الابتكار الإلكتروني، أو في موضوع كمان الأمان التعليمي إذا بدنا نحكي، أو الأمان الإعلامي. وبصراحة يعني واحد من الأشياء اللي أنا بضلي مسكونة فيها وخايفة منها، إنه أنا من تقريبا سنة كنت بقرأ أنا وبنتي قصة باللغة الإنجليزية مطلوبة ضمن مادة اللغة الإنجليزية بصفها، هي صف رابع، وكانت القصة بتحكي عن قصة خيال علمي عن انه احنا في عام 2030 ما عندناش مدرسه، انه الناس الام بتحكي لبنتها انه قديش كان حلو تمشي هي وبنات صفها تروح على المدرسه، وقديش كان حلو انه في معلمه. بس البنت في الزمن الافتراضي اللي هو صفها، انه مش كثير افتراضي في تجربتنا الحاليه، عم تتعلم في البيت عن طريق ماشين ما صورها الخيال العلمي. وبجوز مش كثير مفاجئ انه كثير في اشياء عم بتصير حقيقه. بطل موضوع وجود المدرسة هو موضوع حتمي، خاصة إذا بنحكي عن سنوات مستقبلة. وفي كثير علماء اجتماعيين بلشوا يحكوا إنه خلونا نفكر، نبلش نفكر شو بدنا نستثمر المباني اللي حاليا موجود فيها هاي المدارس. المدرسة راح تصير عبارة عن كبسة زر، التعليم كبسة زر، الإعلام كبسة زر، كل هاي التحديات وكل هاي المخاطر. بجوز إحنا جبال بدي أتوقف معك هون ونعطيك الفرصة مرة ثانية بعد قليل. بدي شكرا أرحب الدكتور فريد أبو ظهير، الأستاذ يسار من معهد الإعلام الأردني، الصحفي العزيز حسام عز الدين، والأستاذة نهضة أبو طعيمة اللي انضموا لنا قبل شوي. وبحب أنبه الجميع أنه اللي بحب يستمع للحديث باللغة الإنجليزية موفر هذا الحكي من خلال غرفة الترجمة الانتربريشن من تحت، إن كانت تختار اللغة اللي بتحب تسمع فيها. مثل ما قالت زميلتنا نبال ومديرتنا نبال انه هذا العلم متطور، واحنا لما بدانا بمحو الاميه الاعلاميه تحول الموضوع الى تربيه اعلاميه، ثم تحول الى تربيه اعلاميه ومعلوماتيه. احنا في عصر علم الاتصال فيه بيتطور بشكل هائل جدا، ولاجل ذلك كنا كثير سعيدين بالتنسيق والتواصل والعمل مع المركز العربي الأوروبي لباحثي الاتصال. هذا التجمع اللي بتمثله اليوم جامعة برلين الحرة، ومن هناك الدكتورة كارولا. دكتورة كارولا أهلا وسهلا فيك، وتفضلي بإلقاء كلمتك في هذا الموضوع،
خاصة وأنه يعني عقدت سلسلة لقاءات لباحثي الاتصال من أقطار يعني عربية وأوروبية. تفضلي دكتورة. Thank you very much, dear colleagues. I'm very happy to be today part of this event in which we will hear about ideas and experiences in digital media training from our area core partners, BizEd University, Aham Canadian University, and the Jordan Media Institute, as well as then from other experts who will help us to learn more about what has been achieved so far in Palestine, and hopefully we can learn from these experiences. And I speak to you in my position as one of the co-founders of the Area Core Network, which you already said is short for the Arab European Association of Media and Communication Researchers. And this network consists of 10 Arab universities, which are located from Morocco to Oman. I also saw some colleagues here who joined us from Oman, and I'm from the Freie Universität, Free University of Berlin in Germany. And the network has been founded already in 2013, and some of those who are here have been part of this already back then in 2013. And since then we have worked on different issues. And since last year, we are being funded by the DAAD, which is the German Academic Exchange Service. And this allowed us to come forward with different projects. Among them, for example, a collaborative course on Arab media systems with a lot of short movies produced by international student teams, or also a research project on how the corona crisis affected teaching in media and journalism studies. And by the end of this month now of March, we will be publishing a book on Arab media systems, which then will also be translated into Arabic, and it will be available for free online. So I kindly invite you to not only take part here today, but also to check our website, areacore.org. I will post it in the chat as well for you to check. And this website contains a lot of films, short movies, a dossier on media and corona, and many more things. And I would also like to invite you to subscribe to our newsletter. And through this newsletter, you can also learn more about events that are being scheduled like this one today within the Area Core Network. And I'm sure everyone will benefit from the outputs of the network in the future, just as we will do today with this seminar. And I'm very much looking forward to all the presentations. And I already saw here Salah, who was also part of many events which we held in Germany and also in Lebanon within the network. Also, Butaina was there many times. Exactly. Butaina was there also. And I hope we can continue this this work together, and I'm very much looking forward to it. Thank you, Carollo. Thank you. ونحن أيضا بانتظار الكتاب، وبالتأكيد سنكون من زوار هذا الموقع اللي أصبح أمامكم على الشات. الآن بدنا ننتقل لمسألة التعليم في العصر الرقمي. زميلنا صالح مشارقة كان صاحب تجربة في مركز تطوير الإعلام هنا عبر افتتاح الدبلوم الرقمي، دبلوم الإعلام الرقمي. الآن الدبلوم بيدخل عامه الثاني. عن هذه التجربة اللي ما كانت سهلة إطلاقا بده يحدثنا صديقنا صالح مشارقة. تفضل صالح. شكرا جزيلا عماد، وأهلا وسهلا بزملاء أريا كور. زي ما حكت كارولا، أنا سعيد جدا أنه الزملاء من الجامعات من برلين ومن عمان ومن القاهرة ومن عمان مرة أخرى يتجمعون في جامعة بير زيت للتشاور حول هاي القضية المهمة، الإعلام الرقمي. أمل أن أقدم 15 دقيقة مفيدات حول كيف نجح مركز تطوير الإعلام في وضع حل لمعضلة الإعلام الرقمي التي نازعت حقول الصحفيين قبل 5 سنوات، وبدأت تضغط على الجامعات وعلى وزارات التعليم العالي وعلى وسائل الإعلام إنه كيف يمكن أن نحدث هذا التحول وأن ننتقل من الإعلام الحالي إلى الإعلام الرقمي. في مركز تطوير الإعلام في نهاية العام 2018 اشتغلنا على
دبلوم مهني متخصص، هو النوع الثاني من الدبلومات في وزارة التعليم العالي الفلسطينية، قصير ومهني وتدريبي بالكامل، كي نضع لحوالي 2000 صحفي وأكثر من 4000 طالب انتظروا طويلاً فكرة التحول إلى الإعلام الرقمي. اقترحنا الاسم أن يكون دبلوم الإعلام الرقمي حتى يعني نكون في الاتجاه السليم. وأول شغلة عملناها كانت دراسة جدوى، واكتشفنا أنه في الأراضي الفلسطينية هناك 16 جامعة وأربع كليات تدرس درجتي البكالوريوس والدبلوم في الإعلام. وفي نهاية 2018 عبر التليفون أنا وزملائي في مركز تطوير الإعلام أجرينا استطلاع على عدد الطلاب، واكتشفنا أن هناك 4100 طالب يجلسون على مقاعد الدراسة في الدرجتين البكالوريوس والدبلوم. وآنذاك أيضا وجدنا أنه يتخرج سنويا 1000 خريج إلى سوق العمل، وأن سوق العمل بدأ يطلب مهارات جديدة، وبدأ يحرج الجامعات ويحرج دوائر الأكاديمية إنه ما هي المهارات التي تخرجون بها الطلاب. نحن نريد شيء آخر. أيضا لمسنا من خلال دراسة الجدوى إنه الصحفيين الكبار في العمر أيضا باتوا محرجين من هذا الإعلام الرقمي، كيف يمكن أن يتعلموا مهاراته؟ ومن هنا جاء اقتراح الدبلوم مهني متخصص. لكن واجهتنا آنذاك أنه وزارة التعليم العالي أخرت صدور النسخة الأولى من الدبلوم، ولكن الحمد لله في بداية العام 2019 بدأت الأمور تأخذ مجرى التنفيذ. كان من أهم الأشياء التي ذهبنا إليها أنه ماذا يريد أصحاب العمل؟ عقدنا ورشة عمل ساهم فيها أكثر من 36 مدير تحرير ورئيس تحرير وسكرتير تحرير من مواقع إلكترونية، من فضائيات، من وسائل إعلام عربية، وسائل إعلام أجنبية، وطلبوا منا أن نجهز الطلاب بأن يكونوا محترفي برامج الصوت والصورة والفيديو. وأنا ذاك كانت في نهاية 2019 كان في جرأة عالية من الإذاعات والتلفزيونات في التحول إلى مواقع إلكترونية وفتح حسابات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي ما كان ينقصهم هو خريجين جدد قادرين على التعامل مع مونتاج الصوت والفيديو والصور، وإنتاج أشكال جديدة بدأوا يسمعونها في سوق العمل، منها الإنفوغراف والفيديوغراف والبودكاست والقصة الرقمية. أنا أذكر هذا الاجتماع جيداً، وأذكر كيف أنه مدراء مؤسسات الإعلام يعني شبه عاتبونا في وسائل في الجامعات، إن أنتم لا تخرجون الطلبة الذين نريدهم. فقلنا لهم إحنا يعني نجلس معكم كي نسمع مطالبكم وكي نحول هذه المطالب إلى إنتاجات تعليمية. طالبوا أيضا بأنه أن نعلم الطلاب استخدام الموبايل وأن ننتج تقارير بالموبايل، وطالبوا أيضا بشيء جديد بدأ يظهر في تقنيات الإعلام اللي هو إنتاج التقارير بتقنية 360 درجة، وطالبوا أيضا أنه أن يكون الطلاب غير مقسمين بالتقسيم التقليدي أنه صحافة مكتوبة وصحافة تلفزيونية وصحافة إذاعية. طالبوا بفتح كل هذه التخصصات على تخصص واحد اسمه الإعلام الشامل، وطالبوا أيضا ونحن أضفنا في مركز تطوير الإعلام غير الذي طلبه المشغلون، أضفنا صحافة البيانات كعالم جديد بدأ يدخل على وسائل الإعلام ويفرض نفسه، وأدخلنا مساق جديد اسمه التسويق الرقمي للمواد الصحفية، وهذا ما عملنا على ترجمته في وحدات تدريبية سأتي على ذكرها الآن. التصوير بالطائرة. في الوحدة الأولى التي ذهبنا إليها كان التصوير الرقمي. وأنا أذكر يعني كلكم زملاء لديكم نفس الجامعات ونفس الاجتماعات، وكان من الصعب جدا علينا إدخال كلمة التصوير الرقمي، لأنه تاريخيا نعرف التصوير ستيل والتصوير فيديو. اضطررنا إلى اعتماد وحدة تدريبية باسم التصوير الرقمي، وكانت وانقسمت إلى جزئين، التصوير الستيل ولكن المرقمن المأخوذ على الكاميرات الصغيرة،
وتصوير آخر كان عبر التصوير طائرة درون، وتصوير ثالث عبر الفيديو. ثلاثة أنواع من التصوير أدخلناها في وحدة اسمها التصوير الرقمي، ساهم في التدريب عليها زميلنا علاء الذي يرى الصورة، وزميلنا أيضا نبيل مزاوي الذي يشتغل في فضائية الجزيرة يعني مصور تاريخي على الفيديو، ولكن اضطرته التقنيات أو التحديثات التي دخلت على سوق العمل الإعلامي أن يتدرب على التصوير طائرة الدرون، ودرب الطلاب على هذا النوع من التصوير. بعده مباشرة أخذنا وحدة تدريبية اسمها التصميم البصري الجرافيكي، وكتصميم الوحدات نبني على تعلم المهارات بالتتالي، وبالتالي إحنا نعلمهم التصوير الثابت والتصوير بالفيديو والتصوير بالطائرة، لاحقا نفرض عليهم أربعة أنواع من برامج المونتاج، هي كما تظهر على الشاشة البريمير والفوتوشوب والإلستريتر والأوديشن، حتى يستطيع الطلاب التصرف بالمواد التي تدربوا عليها في الوحدة التدريبية الأولى في التصوير الرقمي. صحيح أن الإعلام الرقمي لم يعد يكتفي بهذه التطبيقات الشاملة، البريمير وأدوبي وإلستريتر، وبدأ يواجه أنواع صغيرة من التطبيقات يستطيع الصحفيون إنزالها على موبايلاتهم. نحن يعني وفرنا الفرصة وطلبنا من المدربين أن يعرضوا الطلاب أيضا في هذا الدبلوم إلى فكرة التطبيقات الصغيرة التي صنعت أشياء تحديدا كي يتم إنزالها على الكمبيوتر. الوحدة الثالثة كانت صحافة الموبايل، وتعاوننا مع مؤسسة دوتشي فيلا في برلين عبر يعني تدريب على صحافة الموبايل بزميل هو الزميل بيتر اللي يظهر في الصورة، وتفاجأنا من حجم اندماج الطلبة من كل الأعمار، سواء من الصحفيين أو من حديثي التخرج مع هذا النوع من الإعلام. لماذا؟ لأنه قليل الكلمات وقليل العمليات المونتاجية، وسريع وقادر على أن يكون قريب من قلب وعقل الصحفي، بمعنى بالإمكان أن ينتجه في يومه العادي. وبدأ يعني يعوز على ثقة كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، وبدأت الأجيال الجديدة من الصحفيين حديثي التخرج الذهاب إلى هذا اللون من الإعلام الرقمي الجديد. الوحدة الخامسة كانت إنتاج وتحرير متعدد الوسائط، كلمة قديمة كنا يعني نسمع عنها في 2008، وجاءت من تطوير التربية مش تطوير التعليم، إنه كيف نعلم بوسائط متعددة. في هذا المساق استحضرنا زميل هو في الأساس مسرحي، هو الذي يظهر صورته على الشاشة الآن، هو محمد القاق الذي تخصص في آخر 4 سنوات في إنتاج مواد متعددة الوسائط. لماذا؟ حتى نصنع أو نساعد الطلبة الذين يريدون الدخول في العصر الرقمي إلى بناء سرد رقمي بوسائط متعددة. هذا لم نحدده نحن، بل المشغلين وسائل الإعلام على درجات مختلفة تطلب من نفس الصحفي أكثر من تغطية، بأن تكون بالبودكاست وبالفيديو وبالإكسبلينر وبالتكست وبالإنفوغراف وبكل الأشكال. هذا ما رهنا عليه واستطعنا أن ننفذه مع زميلنا محمد القاق الذي علم الطلاب كيف يمكن أن نحول القصة الواحدة إلى 7 أشكال من الإنتاج: صوت ونص وصورة وفيديو ورسم وتوضيح. وفي هذا المجال إحنا أيضاً ليس بس أصحاب العمل الذين يدفعون إلى هذا التطوير، بل مطوري شبكات مطوري صناعة الإنترنت يطرحون سنوياً صفحات جديدة تقول لك نحن جاهزين نحمل قصتك الصحفية بالنص والصورة والفيديو والرسم وبالرقم وبكل الأشكال. وهذا خلق يعني تحدياً جديداً أمام الصحفيين بأن نمشي إلى هذا بهذا الاتجاه وأن ننتج قصصنا بشكل متعدد الوسائط. الوحدة الرابعة فرضت نفسها علينا هي صحافة البيانات، كلمة غير محبوبة بين الصحفيين، كلمة لا تحبها وسائل الإعلام،
ولكنها تطوير بدأ يفرض نفسه على كل وسائل الإعلام. في الأمس صدرت مجلة الصحافة عن معهد الجزيرة للإعلام، وكان هناك عنوان ضخم لزميلة من تونس اسمها أروى الكعكي تقول لماذا نخشى صحافة البيانات، ووضحت أنه كل الجامعات العربية والجامعات الأوروبية أيضا تخاف من هذه الكلمة. نحن في مركز تطوير الإعلام لدينا نفس الخوف ونفس المخاوف، وعندما يعني استحضرنا مدربين للتدريب في هذا الموضوع استحضرنا أحدهم مهندس والآخر دكتور إعلام، وتبين يعني خلال التدريب وفي النسخة الأولى من الدبلوم أن الأمور أسهل بكثير إذا ما أبعدنا عن الجانب الإحصائي والجانب الرياضي في الموضوع وأبقينا على السرد القصصي للأرقام، وهذا متاح. وأنا أذكر أن زميلنا الذي نجح في هذا التدريب أنه ذهب بطلابه بمشاريع التدريبية التي تدربوا عليها إلى مكتبة وكتبوا قصة صحفية عن الكتب التي لا تقرأ، وتفاجأنا من العناوين التي أنتجها الطلاب حول الكتب والروايات المتروكة على الرف ولم يلمسها أحد من عشرات السنوات. هذا واحد من الأمثلة. أمثلة أخرى تتعلق ب الأمراض، الأدوية، أنواع السيارات الأكثر مبيعاً في الأراضي الفلسطينية. ثمت عناوين كثيرة بحاجة إلى وقت أكثر وممارسات أكثر ودخول يعني أطياف جديدة من الطلاب والصحفيين على هذا الموضوع، وحتماً ستنجح. وأنا متأكد كما قالت مجلة الصحافة التي أصدرت الجزيرة أن السنوات القادمة مع ظهور مواضيع جديدة تتعلق بالتسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ستكون صحافة البيانات من الصحافة التي ستسود وتطرح أفكارها وتقاريرها على وسائل الإعلام. الوحدة التدريبية التالية تعلقت بتقنية إنتاج تقارير بتقنية 360 درجة، موضوع جديد جاء من الألعاب ومن التقنيات التي طورها مطورو الإنترنت، وبدأوا ينقلون واقعا افتراضيا بمعنى أنهم يحملون المشاهد أو القارئ ويضعونه داخل الواقع الافتراضي. وظهر غير الفيرتشوال رياليتي، طلع واقع جديد ومرة أخرى طرح من قبل مطوري الإنترنت اللي هو الأجمنتد رياليتي، الواقع المعزز اللي بالإمكان أن نعزز الواقع اللي جوات الافتراض بواقع من الرياليتي حتى نضع المشاهد والقارئ والمستمع في جو كأنه داخل الحدث. صحيح أن الكلمة ما زالت جديدة على وسائل الإعلام، بس قبل جائحة كورونا عدد كبير من وزارات الخارجية في العالم، وزارات السياحة، عدد كبير من المخرجين بدأوا يتعلمون هذا النوع من التقنيات وبدأوا يتدربون على البرامج التي يمكن أن نمنتج عليها هذه الأفلام القصيرة. أنا في آخر رحلة للصين قبل هذا الموضوع شاهدت مشهد لن أنساه في حياتي. وزارة الخارجية الصينية وزعت على وفود دبلوماسية من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية ومن أفريقيا ومن العالم العربي فيلم أنتج بتقنية 360 درجة، ووزعوا عليهم النظارات التي يشاهدوا في هذا الأفلام، وكانت القاعة مليئة بأناس يدورون حول أنفسهم ويقولون واو ويشاهدون الأنهار الصينية والسياسة الصينية والزعماء الصينيين والشعب الصيني والعادات الصينية. صحيح أن صناعة هذا النوع من الإعلام ما زالت قليلة، بس أنا متأكد أنه كثيرين سيذهبون إليها في المستقبل، ونحن نستدعي لهذا النوع من التدريبات زميلنا أمجد سمحان من فضائية العربية لتدريس هذا النوع من الصحافي. في عندنا وحدة تدريبية أيضا تتعلق بالتسويق الرقمي، هذا ما طلبه المشغلون، ويعني استدرجنا زميلنا أكثر بركات ليدرس الطلاب كيف يمكن أن ننتقل من طريقة التوزيع القديم للجريدة أو الوصول إلى أبعد نطاق من المستمعين والمشاهدين، كيف يمكن أن نترجم طريقة التوزيع القديمة والوصول القديم إلى الجمهور عبر الاتصال الرقمي. لدينا أيضا مشروع التخرج اشترطنا فيه
اشتركنا فيه. انا ما مروا ال 20 دقيقه تبعوني يا عماد. مشروع التخرج حبيت انبهك يعني اذا في شرائح كثيره باقي 5 دقائق هو قريبا سأنهي. مشروع التخرج اشترطنا على كل طالب ان يقوم بعمل متعدد الوسائط وان ينتج ماده يكون فيها نص وفيديو وصوت وانفوجراف وكل انواع الوسائط ندقق عليها, ولا يتخرج الطالب الا بهذه الماده كي نضمن بعد 7 إلى 8 أشهر أنه اكتسب كل الفنون التي يحتاجها الإعلام الرقمي. وقبل أن يفوت الأمر تشرف الصور الموجودة خلف أو يعني في أسفل الصورة مجموعة من الأساتذة الخبراء من أجيال صحفية قديمة وأجيال صحفية جديدة على مشاريع تخرج الطلاب. إلى هنا أنهي المسألة السلايدات, ولكن بعد إذنكم أريد أن أعرض فيديو قصير أنتج أخذنا فيه شهادة الطلاب أو النسخة الأولى من الطلاب حول هذا البرنامج الجديد. إعلان الدبلوم من مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت, صراحة اسم الدبلوم شدني وحاولت أشوف إذا في إمكانية أسجل في الدبلوم, لأنه شعرت إنه ممكن هذا الإشي يضيف عندي معلومات ويعطيني مهارات مختلفة. أنا انبسطت في الدبلوم بطريقة ما كنت متوقعتها. كل شيء بتطور والإعلام جزء منه. الإعلام اللي كنا بدينا فيه إحنا قبل 20 سنة ما عاد نفس الطريقة اللي ممكن توصل فيها للناس. بالنسبة لي كان في تحدي كبير إنه يعني إنك تواكب الشيء الجديد. على مدار 9 شهور كل مساء كان مليان, كل مساء كان مختلف عن الثاني بس بيكمل الثاني. بلشنا بأنه كيف نكتب, هلأ إحنا صرنا بس ديجيتال ميديا, بس كيف نصور, كيف نخرج, كيف نمنتج, يعني إشي فول باكج زي ما بقوله. أنا من خلال العمل الصحفي حسيت يعني بعد 5 سنين من مجال عملي إن أنا غصت في مجال الكتابة أكثر, وكنت بحاجة يعني لهذه الأشياء الجديدة اللي ضفت ليها في الدبلوم من تصوير من مونتاج من تقنيات جديدة كلها تعلمناها في الدبلوم على أيدي يعني مدربين محترفين. أنا نصيحتي سواء صحفيين ممارسين أو لطلاب المتخرجين إنهم يسجلوا في هذا الدبلوم مش كدعاية, ولكن لأنه فعلا في تقنيات أنت بتمكنك وتخليك تفهم كيف الإعلام ماشي وكيف إنك تنتج مواد أنت أصلا بتشوفها وبتنبهر لما تشوفها. في مرونة في ساعات الدوام, ما حدا يعني يحكي لهم إن الناس خصوصا الموظفين إن ممكن يعني يتعرف مع شغلهم, لا في ليونة في ساعات الدوام. الدمج ما بين النظري والعملي كان شغلة كتير مفيدة. هذا الدبلوم حطني على الخطوة الأولى لعالم كتير جديد وكتير واسع وهو عالم المستقبل. من أحلى الأشياء اللي صارت ب 2019 على المستوى الاجتماعي, على المستوى التعليمي, على كل المستويات. شكرا لمركز تطوير الإعلام على هذه الفرصة, على الإضافة الكبيرة. يعني طيب, واحنا استاذ صالح بدورنا بنشكرك ايضا على هذا العرض الرائع, وانت استغليتنا يعني سوقت للدبلوم من خلالنا, يعني انت مارست التسويق الالكتروني. شكرا جزيلا لك. بحب اضيف شغله للي حكى زميلي صالح, وانه الامر لم يكن خلال هذا الدبلوم يتعلق فقط بالمهارات, ولكن ايضا اضفنا عليه بند في اعتقادي كان مهم كثير وهو الكتابه, لأن اليوم عم ننتج جيل جديد قادر على التعامل الرقمي وقادر على الإنتاج بتقنيات ممتازة, ولكنه مع الأسف أصبح يواجه ضعف في الكتابة وضعف في التعبير عن أفكاره والتعبير عنها بلغة سليمة. فمن أجل ذلك كان في إلنا استعانة بصديقنا الخبير المتخصص عارف حجاوي في التدريب على الكتابة.
خلينا نستضيف الدكتورة سهير عثمان من جامعة الأهرام الكندية في القاهرة، وإحنا متشوقين لسماع اللهجة المصرية، ومتشوقين أيضا للموضوع اللي حتحكي فيه دور الاتصال المرئي في الدراسات الإعلامية. الموضوع كثير مهم. تفضلي دكتورة سهير. أشكركم طبعا يعني على الفرصة السعيدة دي جدا. و عليك دكتورة سهير، أنا بشجعكم جميعا أنه تستعملوا الشات إذا حبيتوا تطرحوا أي سؤال للأستاذ صالح، بالإمكان من خلال الشات أنكم تتواصلوا معه، وسيرحب بالإجابة على أسئلتكم، وسيكون لدينا أيضا مجال ل سماع آراءكم وتعقيباتكم. تفضلي دكتورة، وآسف للمقاطعة. لا أبدا يا فندم، أشكرك مرة تانية وأشكر الفرصة السعيدة دي اللي جمعاني بكوكبة، يعني أعتقد إن إحنا صعب إن إحنا نجمعها بشكل فعلي، لكن الفيرتشوال طبعا خلانا قادرين على ذلك بشكل كبير جدا. تحياتي، خليني أقول لكم يعني أعرفكم بنفسي في نص دقيقة. أنا اسمي سهير عثمان عبد الحليم، أنا أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاليا رئيس قسم الاتصال المرئي بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية بمصر. وكنت حابة أكلمكم عن تجربة القسم عندنا باعتباره أحد الأقسام الرائدة في الوطن العربي. وخلينا نبتدي بشكل بسيط الأول وعشان نوصل للفكرة اللي أنا عايزة أوصلها لحضراتكم فيما يتعلق بفكرة الفيجوال كوميونيكيشن أو الاتصال المرئي. احنا لما فكرنا في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية ان احنا ننشئ قسم الاتصال المرئي، كان الهدف الأساسي هو مواكبة التطورات يعني الحادثة في هذا الشأن فيما يتعلق بالإعلام، خصوصا ان عندنا في مصر حاليا بنشهد تراجع شديد في هيمنة الإعلام التقليدي وبروز كبير جدا لأهمية الإعلام الرقمي بشكل كبير بكافة أشكاله. إحنا كنا بالفعل بنحاول من خلال أقسام الكلية التقليدية، إحنا عندنا 3 أقسام في الكلية، قسم الصحافة وقسم العلاقات العامة والإعلان وقسم الإذاعة والتلفزيون، إن إحنا نقدم يعني الجانب الحديث في التقنية أو التقنيات الحديثة في هذه المجالات الثلاثة، ولكن مع زي ما أنا قلت الهيمنة الشديدة لهذا النوع من الإعلام وأصبح في حياتنا اليومية بشكل كبير، فجاءت تعديل اللائحة بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية كأحد الـ يعني الوسائل اللي تخلينا بالفعل نقول إن إحنا ممكن يعني الطالب عندنا يدرس تقنيات أعلى من خلال قسم متخصص وليس كمقرر فقط في بعض الأقسام. عشان كده كان مهم جدا فكره الفيجوال كوميونيكيشن، ان احنا بنعتمد على الفكره اللي موجوده قدام حضراتكم ان الاتصال المرئي، ان انا هحاول قدر الامكان انقل المعلومه للجمهور من خلال استخدام كامل للمؤثرات البصريه بشكل كبير، الايماءات والصور واللافتات وكل ما يدخل تحت هذا المجال. ولان احنا عارفين ودارسين وقرينا كتير على فكره ان الاعلام المرئي او الاتصال المرئي هو اكثر فاعليه لتمرير المعلومه، دايما انا بفتكر المعلومه اللي انا بشوفها اكتر من المعلومه اللي انا بقراها، فبالتالي الصوره هتمسك في دماغي اكتر. فاحنا كان الفكره داخله من هذا الاطار. فوفقا لتجربتنا الحاليه في كليه الاعلام جامعه الاهرام الكنديه، احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نحقق كثير من الاهداف، منها على سبيل المثال للحصر مثلا ان انا ممكن اطبق تقنيات وادوات وتقنيات البيانات من خلال تحليل كميات هائله من المعلومات وانشاء قصص مدفوع بالبيانات. واعتقد ان العرض السابق للاستاذ صالح كان اتكلم على صحافه البيانات بشكل كبير، وانا هعرض لحضراتكم بعض هذه يعني بعض كمان البرودكتس اللي الولاد طلعوها فيما يتعلق بالكورسز اللي بتدرس في هذا المجال عندنا في الكليه، ان احنا بقدر الامكان بنحاول اكتشاف السياقات الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه للتصميم الجرافيكي. احنا مش يعني الطالب مش بيرسم رسمه او بينفذ شكل مثلا على برنامج من البرامج اللي بيدرسها في المطلق، لا ده هو لازم يكون فاهم ان الفيلم الصغير اللي هيعرضه ده هيعرضه جوه مصر اللي هي ليها سياق ثقافي محدد، اللي هي ليها عادات وتقاليد محدده، وبالتالي لازم يكون عنده فهم كامل لهذا السياق الثقافي عشان يقدر ان هو
هو يعمل التصميم بشكل مقبول. واعتقد ان حضراتكم عارفين كويس قوي ان احنا، او مش احنا بس، مش في مصر بس، في كل الدول العربيه، ان احنا عندنا الجيت كيبرز اللي موجودين على وسائل الاعلام اللي بيخلوا المضمون، يعني بيكون في الاول مضمون بيتفهم، وبعد كده لغايه لما يصل لنا بيبقى كائن مشوه يعني. فبالتالي احنا بنحاول قدر الامكان من الاول ان الطالب نفسه يكون فاهم ايه الموضوعات اللي هي ينفع انها يتم مناقشتها من خلال استخدام تصميمات معينه او برامج معينه او افكار اعلاميه معينه بيتم تنفيذها بشكل بصري. وبالتالي اللي حاصل او المفهوم اللي احنا فعلا مؤمنين بيه داخل القسم عندنا، قسم الاتصال المرئي بكليه الاعلام، ان لغه الحوار هي القائمه ما بين التصميم والمشاهد، وان هيحصل تفاعل بعد كده ما بين التصميم وعين المشاهد. لان طبعا في دراسات كتيره جدا اثبتت ان انت كلما اقمت اتصالا مرئيا افضل، كلما تركت انطباعا ايجابيا عن الرساله التي يؤديها التصميم. اعتقد ان احنا كتير لما بنكون، حتى لما بنقرا على اي اونلاين اديشن لاي جورنان، وبنلاقي ان الصوره اللي موجوده مع التكست صوره يعني مش متعوب فيها، من الاخر الزاويه بتاعتها مش قد كده، الصحفي من الاخر جايبها حتى من وكاله انباء ما اهتمش ان الصوره دي مناسبه انها تتنشر، اعتقد ان كل ده بيؤدي الى عذوبنا على قراءه هذا الخبر او هذا النص الصحفي. فبالتالي الانطباع الايجابي عن الصوره او الانطباع الايجابي عن المنتج المرئي لازم يتحط في الاعتبار، والطالب بينفذ هذا الشكل المرئي، لانه بالفعل ممكن يؤدي الى استمرار قراءه النص الصحفي او العزوف عن استكماله. يعني ده كانت بس مجرد يعني السلايد دي عباره عن ان احنا بنقول لكم كليه الاعلام في جامعه الاهرام الكنديه موجوده فين بالظبط. هي موجوده في 6 اكتوبر في محافظه الجيزه، وهي الجامعه من خلال عدد كبير من الكليات بتحاول قدر الامكان رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، واحنا بنحاول الامكان ان احنا نوثق روابطنا الثقافيه والعلميه مع بعض الجهات العلميه الدوليه. واعتقد ان الويبينار اللي احنا فيه دلوقتي مثال على هذا التواصل مع الجهات العلميه الاخرى ومع الاطراف المتفقه معنا في بعض الافكار. قسم الاعلام المرئي زي ما انا قلت في بدايه كلامي هو القسم العلمي الاول في مصر، ما فيش ولا كليه عندنا في مصر فيها قسم الاتصال المرئي او الفيجوال كوميونيكيشن، وهو الثالث على المستوى العربي بعد تونس والإمارات. وده تم إنشاؤه كما سبق وأنا قلت في بداية كلامي، هو مواكبة للمدارس الإعلامية الدولية ومواكبة للسوق الإعلامي المصري بشكل كبير، اللي أصبح حالياً في رافض لفكرة الثقافة الورقية ويبحث فقط على فكرة الإعلام الرقمي والثقافة الرقمية فقط. وده ظاهر كتير عندنا في مصر حالياً من زيادة أعداد المواقع الإخبارية التي يتم إطلاقها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ووقوف الصحافة الورقية عند يعني خط مش عارفة تمشي منه خالص. مش عارفة إحنا دلوقتي المؤسسات الصحفية الورقية الموجودة في مصر أو الصحف الورقية الموجودة في مصر حاليا موجودة بحكم العشرة والعادة، إن إحنا خلاص متعودين على وجودها، فلازم تبقى موجودة بغض النظر إنها بتمثل عبء يعني اقتصاديا وثقافيا وسياسيا علينا كقراء حتى او خبراء، لكن هي موجوده بس علشان يعني ما ينفعش يكون مفيش ورقه، ما يكونش في ورقه معانا كده طول الوقت، لا هي موجوده عشان كده للاسف. بس احنا يعني في قراءه سريعه للسوق الاعلامي في مصر اكتشفنا ان ده مهم انه يضاف، فقررنا اضافه هذا الامر. برنامج الاتصال المرئي بالكلية هو يعني زي ما أنا قلت هدفه الأساسي إن إحنا نحاول إن إحنا نزود الطالب بفهم متعمق للرؤية البصرية وتطبيقاتها، وإزاي إن أنا أستخدم بعض هذه التطبيقات في حتى في وسائل الإعلام التقليدية كالتلفزيون على سبيل المثال. فأنا عايزة أعرض لحضراتكم نبذة بسيطة جدا عن بعض المقررات اللي موجودة عندنا في الكلية بشكل سريع. أنا مش هاخد أكتر من وقتي خالص يا أستاذ عماد، أنا هلتزم بالوقت، بس أنا حابة أن أنتوا تشوفوا يعني أن احنا عندنا قسم كامل الطالب من سنة تانية، لأن احنا عندنا تخصص في الكلية من سنة تانية، الطالب بيبدأ يدرس مقررات شبه كده. يعني احنا عندنا مقرر كامل عن الإنفوغراف،
واحنا كلنا عارفين اهميه الانفوجراف في الصحافه، حتى الورقيه بتستخدم الانفوجراف الثابت بشكل اساسي لان هو ده الوسيله الوحيده اللي ينفع استخدامها، لكن احنا عندنا الانفوجراف الثابت والتفاعلي بشكل كبير موجود على مواقع الانترنت ومواقع الاخباريه بشكل كبير. فالكورس ده بيساعد الطلاب على فهم كونسبت الانفوجراف وكمان على فهم الطرق اللي تساعده ان هو يبتكر او ان هو يصنع انفوجراف بنفسه من خلال استخدام بعض العناصر الاساسيه وبعض البرامج اللي هي في الغالب بتبقى فري، ومن خلالها يقدر ان هو يصنع الانفوجراف وان هو يحاول قدر الامكان ان هو يبسط البيانات المعقده او بعض الارقام المعقده في شكل كبير. احنا عندنا تو كورسز يعني في الاطار ده، يعني ممكن يكونوا هم مش قريبين من بعض ولا حاجه بس هم بيكملوا بعض، يعني عندنا الانفوجراف وعندنا داتا فيجواليزيشن. احنا عندنا التو كورسز دول الطالب بيدرسهم في سنه ثالثه، بياخد داتا فيجواليزيشن في السمستر الاول وبعد كده بيعقبوا الانفوجراف في الترم الثاني. الداتا فيجواليزيشن الطالب بيشتغل عليه بشكل كبير في محاوله تمثيل البيانات بصريا باستخدام العديد من الاشكال كالتشارت والجرافس والمابس. ازاي ان انا بخلق خريطه تفاعليه من البيانات، انا عندي كميه كبيره جدا من البيانات، عايز اعرض مثلا ارقام الاصابات والوفيات الخاصه بكورونا فيروس على مستوى العالم، ازاي ان انا اقدر اعمل ده في صوره واحده واقدر من خلال الضغط على احد اركان هذه الصوره ان انا اطلع البيانات الخاصه بمصر، فلسطين، تونس، الجزائر وما شابه ذلك. الطالب بيتعلم ده بشكل أساسي من خلال كورس بيستمر 3 شهور بيتعلم فيها كل هذه التقنيات باستخدام بعض التطبيقات المتاحة، وعندنا عدد من أعضاء هيئة التدريس الكواليفايد بصراحة بشكل كبير جدا اللي قادرين إن هم يعملوا ده بشكل واضح. فعندنا التو كورسز دول بيكملوا بعض سواء كان الإنفوجراف أو الداتا فيجواليزيشن. في عندنا كمان بعض الكورس اسمه Introduction to Digital Layout، ده الكورس بشكل عام بيحاول يقدم بعض المعلومات وبعض التطبيقات الخاصة بالديجيتال جرافيك تكنيكس، وبيحاول قدر الإمكان إن هو يعلم الولاد بعض السوفت وير تولز اللي ممكن استخدمها في اللاي اوت زي الادوبي فوتوشوب الالستريتور والادوبي انديزاين. الولاد بيتعلموا كل ده، واحنا بالمناسبه عندنا البنيه التحتيه لهذا الامر، يعني برضو دي نقطه مهمه كنت حابه ان انا اقولها، ان احنا كليه الاعلام جامعه الاهرام الكنديه عندها معامل على اعلى درجه من التقنيه، يعني واخدين بصراحه يعني احنا تمويل عظيم جدا يعني في هذا الشأن، وعندنا المعامل بتاعتنا مخصصة ومجهزة لهذا الأمر. عندنا طبعا معامل أبل لوحدها وعندنا معامل اي بي ام لوحدها، بس احنا عندنا اهتمام عالي جدا بمعامل الأبل عشان بنعرف نشغل عليها هذه النوعية من البرامج. كمان الولاد عندهم كورس اسمه 3D Design، وطبعا الكورس ده الولاد بيتعلموا فيها كل ال 3D workflow كله بقى، بيشتغلوا على الريجينج وعلى اللايتنج وعلى الماتيريال كرييشن وعلى الريندنج، كل الكلام ده بيتعلموه بشكل كبير وهوري حضراتكم بعض الأمثلة دلوقتي. وفي كمان عندنا كورس اسمه Art Design and Media، الكورس ده بيحاول قدر الامكان ان هو يعني يشتغل على فكره الديجيتال ستوري تيلينج من خلال التولز والتكنيكس اللي تخلي الطالب يقدر يعمل ويب بيجز مثلا، بانوراميك فوتوز والسوشيال ميديا بوست، كل الكلام ده ممكن يشتغل عليه. طيب كنت حابه اختم كلامي عشان ما يكونش الكلام اكتر من كده، كنت حابه اوريكم بس بعض الشغل، وده طالب يعني دول طلاب ثانيه وثالثه، احنا لسه ما خرجناش دفعه، احنا لسه قسم جديد، فكنت حاباكم تشوفوا بس يعني شغل طالب ممكن يكون برضو بامكانياته، هو ممكن يكون لسه محتاج يتعلم ادفانسد تكنيكس بس هو حاول على قد ما يقدر ان هو يعمل حاجه، فعايزه حضراتكم تبصوا معايا على الشغل ده.
تمام، ده كان يعني جزء. وفي برضو ده كان تطبيق لمادة 3D Design، كان حاجة ليها علاقة بكورونا، مش عارفة هل الصوت واصل لحضراتكم يعني باقي؟ تمام. في كمان ده برضو كنا عاملين محاولة كده لوجو الجامعة، يعني بنحاول ان احنا نظبطه يعني، فكان ده برضو من ضمن الشغل بتاع الولاد على البرامج اللي بيتم استخدامها. وده اخر حاجة عايزة اعرضها لحضراتكم، ده فيديو تجميعي لمشروعات الولاد في مادة داتا فيجواليزيشن. سوري لا انا بس يعني هحاول قدر الامكان ان انا عايزه يعني هو للاسف الفيديو كده هيتعاد من الاول، بس يعني انا مش عايزه اطول على حضراتكم يعني، هنا ممكن الفيديو يكون موجود عندكم ما فيش مشكله عشان انا وقتي فاضل له دقيقه، بس كنت حابه اختم كلامي بفكره ان في قراءه في بعد ما احنا قرانا زي ما انا قلت في بدايه كلامي احتياجات الاعلام المصري حاليا من الطلاب الخريجين من كليات الاعلام، اكتشفنا ان احنا مش محتاجين طالب يعرف يكتب بس او طالب يعرف يصور بس، لا احنا اكتشفنا ان الطالب محتاج يكون عنده مهارات تانية كتير، منها اتقانه لعدد من البرامج اللي نفذت الشغل اللي قدام حضراتكم ده. الاول احنا عندنا في مصر يعني لو حضرتك رحت اي قناه تلفزيونيه هتلاقي ان في شخص مختص بانجاز مثل هذه الاعمال. دلوقتي طالب الاعلام يستطيع ان هو يكتب الستوري بورد كلها، يعمل الستوري بورد كامله وينفذها كمان، وكمان يطلع بعض التكنيك او يستخدم التكنيكس كمان اللي ما كانش غير خريجي حاسبات ومعلومات مثلا او كمبيوتر ساينس هو اللي يقدر يستخدم. هو دلوقتي بقى قادر ان هو يعرف يعرض الماده بتاعته او المادة الصحفية أو المضمون الإعلامي بشكل صحيح من خلال شكل بصري، هيكون أتراكتيف جدا، وهيقدر كمان إن هو يوصل لعدد كبير جدا من الجماهير، خاصة إن الكلمة دلوقتي تراجع دورها بشكل كبير وحلت الصورة البصرية والصورة المتحركة دور هذه الكلمة. فعشان كده كان ده هدف إنشاء القسم، وإحنا يعني في انتظار إن شاء الله إن إحنا نخرج الدفعة السنة الجاية بإذن الله، ولو هيكون لينا عمر طبعا أكيد هعرض على حضراتكم مشروعات تخرجهم، عشان أنا واثقة إن هي هتبقى حاجة مشرفة. شكرا جزيلا دكتوره صغير على الانتاجات البديعه هذه، واضح انه يعني مستقبل واعد امام قسمكم وامام طلابكم وخريجينكم. اشكرك انا ايضا بتبنى دعوتك بانه ضروره يكون في تواصل ما بين الكليات اللي بتدرس الاعلام الرقمي وايضا ما بين اللي بيدرسوا الاعلام الرقمي كزملاء يتعاونوا مع بعض ويتعرفوا على تجارب بعض مستقبلا. يا ريت اذا بتتركي لنا الفيديو اللي تم انتاجه ايضا بالتشات اذا الرابط. طبعا انا هبعت لحضرتك حالا الرابط بتاع الجامعه حتى اي حد من الزملاء بيحب انه يتواصل معكم يطلع على تجربتكم، ومن تجربه الاهرام الكنديه الى تجربه معهد الاعلام الاردني. سبق وانه شفنا خريجين معهد الاعلام الاردني هون لدينا في فلسطين وكنا مسرورين جدا بالمستوى اللي وصلوا له. معانا من هناك الدكتور الاستاذ يسار، ومعانا ايضا الدكتوره بيان التل.
تجربة مميزة في الأردن حابين نطلع عليها ونستمع لتفاصيلها. وبعد ما تتحدث الدكتورة بيان لمدة 20 دقيقة راح يكون أمامنا الفرصة من أجل توجيه الأسئلة والإدلاء بتعقيبات للجمهور من الخبراء والزملاء الأعزاء من سلطنة عمان اللي لحد الآن ما سمعنا أصواتهم. أهلا وسهلا فيهم. تفضل دكتورة بيان. شكرا شكرا أستاذ عماد، شكرا على الدعوة. مرحبا جميعا، بحييكم من عمان بالأردن، من معهد الإعلام الأردني بالذات اللي تأسس سنة 2006 من سمو الأميرة ريم علي، وهي صحفية سابقة أسسته لدعم الصحافة والإعلام والصحفيين في الأردن والمنطقة العربية. إحنا مؤسسة غير ربحية، نعطي شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث، وكمان نعتبر يعني من أكبر المؤسسات التدريبية في الأردن، ونعمل مشاريع ندعم فيها زملائنا الصحفيين والصحفيات والأكاديميين والمجتمع المحلي. بداية تجربتنا في التربية الإعلامية والمعلوماتية بدأت في المناهج. إحنا ديجيتال ميديا، الإعلام الرقمي عندنا يعني جزء كبير، بياخذ جزء كبير من المنهج والتدريب، وكثير بنركز على التدريب العملي. عندنا غرفة أخبار، وعندنا استوديو إذاعة، وعندنا استوديو تلفزيون. فطلابنا بيقعدوا عندنا سنة كاملة مكثفة، بياخذوا عليها الماجستير، لكن كمان من تعودهم بخبرات أخرى بيجينا كثير مدربين من دول صديقة وأجنبية، ومن خلال مشاريع ممولة. وكنا كمان نرتب لهم رحلات إلى دول أخرى، عادة يعني كانت معظمها للنرويج، وهذا من خلال شراكة استمرت لأكثر من 8 سنوات وما زالت مستمرة. فشركائنا كتار كمان، ودعمنا لطلابنا يستمر حتى بعد التخرج. في عنا نادي للخريجين، وفي ومنحاول نوفر لهم فرص للزمالة والتدريب وغيره حتى بعد التخرج، وكتير منهم بيشتغلوا معنا كمان في المشاريع اللي منطبقها في المعهد. كمان احنا بنبعث كنا طلابنا على أكاديمية بيروت للتربية الإعلامية اللي أسسها الدكتور جاد ملكي، وكل سنة كان ياخذ من حوالي 15 ل 20 طالب من طلابنا. وبنفس الوقت أسسنا في 2014 مرصد مصداقية الإعلام الأردني، وهو جزء يعني طبعا اساسي واكيد ومن مهارات التربيه الاعلاميه اللي هو التحقق. فاحنا المرصد هذا بيرصد الاعلام، بيرصد المخالفات، كمان بيرصد الاشاعات. ففي عندنا تقرير شهري بيصدر عن عدد الاشاعات، مصدرها، وايش مثلا ركزت وغيره. فالفريق المرصد مدرب، وبنمشي على يعني كراتيريا مهنيه وضعت من قبل المؤسسين، وهو يعني مشروع نفتخر فيه لأنه بيساعد على يعني تنفيذ مهمة المعهد، وهي الارتقاء في الإعلام والصحافة وتطوير أداء الصحفيين والإعلاميين. لأنه من خلال التقارير اللي سويناها، وخصوصا خلال الجائحة، كان في مخالفات من قبل مؤسسات إعلامية، منها الوقوع في فخ نشر الإشاعات وعدم التحقق من المعلومات، وبنفس الوقت مخالفات من قبل الصحفيين أنفسهم والصحفيات اللي هو الشعبوية. فبصيروا يعني بحاولوا يحصلوا على الشعبوية من خلال يعني عدم الأداء المهني المتوازن وغيره. فمنحاول كمان من خلال المشاريع إنه ندعم المدارس والجامعات، وهذا هو المشروع اللي إحنا بصدده. تسمحوا لي هنا أركز على هذا المشروع اللي هو مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية اللي بدأنا في تطبيقه في 2016، كانت بالشراكة مع يونسكو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان جزء من مشروع أكبر اللي هو دعم الإعلام في الأردن.
هذا المشروع بدينا فيه بمرحلة تجريبية، اشتغلنا مع 4 مدارس حكومية، 4 ذكور و4 إناث، دربنا 24 معلم ومعلمة على مهارات التربية الإعلامية، ورجعوا على مدارسهم وعملوا نوادي للتربية الإعلامية. خلال هاي النوادي دربوا 120 طالب وطالبة. فهاي المرحلة كانت مهمة جداً، لأنه طلعوا فيها الوزارة، وزارة التربية وبما فيهم الوزير، على التأثير اللي صار على هدول الطلبة، من ناحية أنه صار عندهم مهارات التفكير الناقد، صاروا أكثر دقة في التعامل مع الأخبار، صار عندهم ثقة بنفسهم، وصاروا ينشروا هاي المهارات لزملائهم وزميلاتهم وحتى أهاليهم. فصار يوصلنا من الأهالي طلب إنه إحنا نعمل نفس التدريب للأهالي. وطبعاً المادة كانت شاملة، كان فيها بداية طبعاً مهارات مفاهيم التربية الإعلامية بشكل عام بشكل أساسي، ونتفرع على كيف نبحث عن المعلومة، كيف نهتم بالمصادر وتكون المصادر موثوقة، وبعدين كيف نحلل المعلومة اللي نحصل عليها نتأكد من دقتها، والصور طبعاً كيف ننتج الصور، الصور كيف تتأثر فينا، الإعلام المجتمعي كمان، تأثير المؤثرين مثلاً والإعلانات والدعايات، الأخلاقيات كان لها دور كتير كبير، كيف لما يستخدموا الصورة يكونوا حريصين إنه يعني هاي الصور ما بتسيء للشخص، ما بتهين كرامته، لما بننشر معلومة يكون حريصين إنه ما فيها مثلاً خطاب كراهية أو عنصرية، أو ننبههم للصور النمطية الإساءة للمرأة وغيره، للاجئين، فكانت كتير شاملة. وفيها الإنتاج طبعاً، الإنتاج اللي هو جزء كتير مهم بحبه، كان أكثر إشي كيف ينتجوا القصص المصورة، كيف ينتجوا، كيف يعملوا فيديوهات على تليفوناتهم النقالة. فبناء على هاي المادة اللي احنا طورناها اللي هي الدليل للمعلم، قدرنا انه كمان حصلنا على جائزة يونسكو للتربية الإعلامية في 2018، وحصلنا على ثقة الوزارة، فقدرنا نطور والحكومة، لانه وزير التربية آنذاك صار رئيس حكومة، فكتير كان مهتم إنه هذه يعني كتير تنتشر في كل المدارس والجامعات، ولأنه كمان اشتغلنا مع جامعتين في الأردن وهلأ عم بيدرسوا مساق التربية الإعلامية، وإحنا وفرنا لهم الكتاب لذلك. فعملنا استراتيجية وطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وتبنتها الوزارة، رئاسة الوزارة طبعاً، وتبنتها كمن أولوياتها ل 2020-2023، وإحنا الذراع المنافذ لهذه الاستراتيجية. الاستراتيجية مبنية على 4 محاور: التربية الإعلامية في المدارس، في الجامعات، في مراكز الشباب، وفي مؤسسات المجتمع المدني والفضاء العام والإعلام. وحالياً عم نشتغل يعني على معظم هذه المحاور إحنا يعني معهد الإعلام الأردني، وجبنا تمويل لأكثر من محور، بس أكثر إشي مركزين عليه هلأ هو المعلمين. عم ندرب معلمين ومعلمات، السنة هاي رح ندرب أكثر من 1200 معلم ومعلم، ومن هدول رح ننقي حوالي 60، هدول ندربهم كمدربين. ونحن هلا في حوار مع الوزارة حتى ندخل على المناهج، وكان في موافقة مبدئية امبارح انه ندخل على المناهج ويصير في مؤسسة لهذه المهارات. ف احنا حاليا عم نعمل دليل حديثا يعني من سنة بس وجاي رجعت الوزارة حصص النشاط. قبل كانت موقفة، بس هلأ رجعنا لحصص النشاط. حصص النشاط تعقد 2 مرات في الأسبوع لكل الصفوف، فإحنا على هالأساس رح نشتغل هلأ، رح نعمل الدليل لحصص النشاط، فالمعلمين رح يصير التربية الإعلامية رح تكون جزء من حصص النشاط اللي بتشمل مثلاً الرياضة
والفنون والمسرح حاليا. وهذا شيء بالنسبة لنا احنا كثير فخورين، اولا فخورين بالوزارة لانها يعني قدرت أهمية هذا الموضوع وعم بتوفره للمعلمين ورح تدخله على المناهج. ووزارة الشباب اشتغلنا معهم ودربنا أكثر من 2000 شاب وصبية بمراكز المنتشرة بالمملكة، وعم نشتغل هلأ مع 10 مؤسسات مجتمع مدني معنيين بحقوق الإنسان، حقوق المرأة، الشباب، الأطفال، الفنون المسرحية، الكتابة، الصحافة وغيره، ومنتشرين طبعا بكافة المحافظات، وعم نطور لهم دليل حتى يقدروا يدمجوا مفاهيم التربية الإعلامية في النشاطات اللي بيعملوها والمشاريع اللي بينفذوها للفئة اللي بيستهدفوها. يعني عم نشتغل على أكثر من صعيد. اشتغلنا كمان مع المدارس هلأ كمان من مشروع مع ندرب الطلبة على إنتاج فيديو، إنتاج تقارير تلفزيونية إعلامية، يعني يصيروا زي مراسلين صحفيين، مراسلين تلفزيونيين. وهذه المادة كتير حلوة، المشروع حلو، يعني طبعاً بسبب الجائحة ما كانش في مجال إنه ندربهم كفاية، لكن عم بنتجوا تقارير راح تنبث على محطة المملكة وراح يصير لهم صوت على منصات، على المنصات الإعلامية. فهذا بشكل مختصر اللي عم نسويه. وبحب طبعاً يعني أشيد هنا بالشراكات وأهمية الشراكات، لأنه هي اللي بتخلينا نتطور، وهي اللي بتخلينا كمان نشارك المعرفة اللي عندنا. وفخورين طبعاً بشراكتنا مع بير زيت، وهلأ إحنا في عندنا لقاءات مستمرة دائماً مع الأستاذ نبال والفريق وعماد والجميع، حتى كمان نستفيد من هاي الشراكة، نفيد طلابنا ومجتمعاتنا. بالنهاية كمان بحب أذكر إنه يعني الدعم المؤسسات المهنية الكبيرة الغربية مثل مثلاً دويتش فيلي أكاديمي، لأنه اشتغلنا معهم إشي شغل مرتب كتير، درب ساعدونا على تدريب المدربين اللي هلأ عم يشتغلوا وتطوير الأدلة، يونسكو، الاتحاد الأوروبي، السفارة الأمريكية، النرويج، يعني السفارة النرويجية لنا شراكة قديمة جداً، وكله طبعاً النرويج هذه طبعاً الأستاذ يسار هو أبو الشراكات الاستراتيجية، وطبعاً لأنه الأستاذ يسار هو اللي من مؤسسي المعهد ومهتم جداً في تدريب والتطوير، ودائماً أنا وياه في حوار دائم عن إيش لازم نعمل وإيش لازم نغير وشو لازم نسوي. فيعني هذا الحوار متهيأ لي أكيد كلكم بتمروا بهاي المراحل، إنه شو لأنه الإعلام عم بتطور بشكل سريع جداً، والدكتور صالح ذكر يعني البرامج اللي عم بتقدموها رائعة يعني، وهذا هو المطلوب. احنا لازم نطلع من القالب التقليدي هذا وخلص، يعني صارت كل شيء صار عملي، كل شيء صار يعني كل شيء لازم يتطور، المناهج لازم تخضع لتطوير دائم. بس احنا كتير كمان بتقيدنا الوزارات وبتقيدنا البروتوكولات هذه، بس اكيد بالتعاون مع بعض يعني نقدر نستفيد. وانا يعني كتير يعني متحمسة لشراكتنا مع وشغلنا مع فلسطين، وإحنا كتير من خريجينا من فلسطين، فدائما بيجينا طلبة من فلسطين نفتخر فيهم كلهم، لأنه بتميزوا دائما في العطاء والفكر المتنور والإبداع. فإن شاء الله إنه كلنا بنقدر نستمر ونتعاون حتى ننهض بشعوبنا، وإحنا بأمس الحاجة هلأ للنهوض، مش بس بالشعوب، بالفكر. الفكر هذا لازم نفتح ونمشي. شكرا جزيلا أستاذ بيان، وتحياتنا للأستاذ يسار. في كان موجه طلب لحضرتك أستاذ بيان من الدكتور فريد أبو ظهير من جامعة النجاح الوطنية، الطلب موجود عبر الشات،
بيطلب الاطلاع على دليل التربية الإعلامية اللي حضرتكم بتعدوه. الحقيقة تجربة مميزة لكم في مجال التحقق والرصد، وواحد من طلابكم الأستاذ بكر عبد الحق تخرج وجاء إلى فلسطين، ويمكن كان من أوائل الناس اللي عملوا منصة للتحقق من الأخبار والإشاعات الكاذبة، وهو ما شاء الله الآن واحد من نجوم هذا الصحافة، صحافة التحقق من البيانات والأخبار الكاذبة، وأعتقد أنه الآن بدأ مشروعه لرسالة الدكتوراه في نفس المجال. هذا واحد من خريجينكم، وأنتم كنتم محظوظين بتعاون رئاسة الوزراء معكم. إحنا حتى ننجز مثل هيك تعاون كان لازم نخوض تجربة يمكن مميزة شوي، وهي ممارسة التربية الإعلامية مع وزاراتنا ومع رئاسة وزاراتنا. يمكن يكون هذا المدخل من فوق لتحت مش من تحت لفوق مثل ما حضرتكم بديتوا، وإن كان لنا محاولات أيضا مع المدارس ولكنها لم تكتمل بوجود منهاج يدرس في هذه المدارس كتربية إعلامية. إحنا موعدنا الآن مع 20 دقيقة من النقاش، وبعدها سنكون مع مزيد من المداخلات من الضيوف حول الحقوق الرقمية وحول مسألة علم البيانات والإعلام. فتفضلوا المنصة لكم، من يحب أن يبدأ بمداخلة أو توجيه أسئلة أو مناقشة. تفضل أستاذ يسار. بس الصوت أستاذ يسار عندك الميكروفون. نعم الآن. أنميوتد. تحياتي لكم جميعا. بحب أحيي الدكتور صالح على ما قدمه حول البرنامج حول الصحافة الرقمية. بس اللي بحب أقوله، إحنا الآن في هذه اللحظة عمالنا منخوض معركة مماثلة ونواجه مقاومة رهيبة من قبل وزارة التعليم العالي، لأنه وجدنا في الواقع أنه معظم المواد اللي إحنا ملتزمين فيها ولازم ندرسها ما لها علاقة في الواقع في عمل صحفي في الميدان. فلذلك أنتوا تلهمونا بما تقومون به الآن، وصرنا جدا طبعا نشوف كذلك زملائنا عم بيشتغلوا معكم زي محمد القاق اللي هو أحد الأصدقاء إلنا اللي بيشتغلوا في كل برامجنا أيضا، والأستاذ عارف حجاوي الزميل السابق، فإحنا عائلة واحدة. والدكتورة كارولا في الواقع فتحت لنا أفق جديد الحمد لله لإثبات قدراتنا على التعاون لمساعدة شبابنا وتطوير وتنمية قدراتهم في الصحافة إن شاء الله. شكراً. عندنا كارولا بدها تحكي، وبعدين عاطف شقير، ثم الأستاذ حسام عز الدين. تفضلي كارولا. Yes, thank you very much for the very interesting talks. I was wondering for Bayan's talk and also for Suhair's talk, how much do actual media institutions, journalistic institutions like newspapers or TV channels also appreciate your efforts in either teaching media and information literacy, but also with regard to the visual communication? I mean, for the case of the digital media diploma in Palestine, it was clear that also the journalists come from the different institutions and they highly appreciate it. But what about if you have some critical, you know, media literacy education? Is this really appreciated by the media production houses? And in how far does the visual communication is also appreciated by those production houses? Thank you. فيما بعد سنعطيكم المجال للإجابة دكتورة سهير وأستاذ بيان، ولكن نسمع الأستاذ عاطف شقير. تفضل عاطف. الأستاذ عاطف تفضل. يعطيكم العافية. طبعاً هذا الجهد العلمي اللي قامت فيه مركز تطوير الإعلام بالإضافة إلى جامعة الأهرام الكندية، أكيد الواقع الاتصالي حتى هذه النقلة الأكاديمية النوعية من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي، وجاءت الحاجة ماسة إلى الإعلام الرقمي في ظل تفشي جائحة كورونا وفي ظل الإغلاق. لكن السؤال الذي يطرح الآن
يعني البرامج كثير الأكاديمية رائعة، لكن لم نتحدث عن الأخلاقيات لهذا الإعلام الرقمي في ظل تفشي الشائعات على مواقع مثلا التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والإعلام الرقمي. يعني أنا بتشكر معهد الإعلام الأردني اللي نوه وحكى في هذه النقطة، لأنه كثير الإعلام الرقمي صار يعني مناخ خصب لانتشار الشائعات وممكن التشهير وممكن عدم التحقق من مصادر المعلومات. بالفعل كانت الصحافة التقليدية ممكن أكثر رصانة من الناحية الأخلاقية ومن التحقق من مصادر المعلومات من الإعلام الجديد. بتأمل أنه دائماً المساقات يكون فيها جانب من الأخلاق والتحقق، طبعاً الأخلاقيات المهنية الإعلامية، وجانب كمان من التحقق من مصادر الأخبار. كثير رائع البرنامج اللي قدمته جامعة بير زيت، مركز تطوير الإعلام الدبلوم الإعلام الرقمي، وكذلك جامعة الأهرام الكندية، لكن ما ينقص اللي هو لازم يكون في مساقات أخلاقيات لهذا الخريج الصحفي الإعلامي الذي يمارس الإعلام الجديد. أنا متيقن إنه مركز تطوير الإعلام ممكن اللي كانوا مستهدفين فيه هم أصلاً إعلاميين وعاملين في حقل الإعلام، وهذه الأخلاقيات يعني مش إشي جديد عليهم، أخلاقيات المهنة والتحقق من مصادر المعلومات، لكن ممكن إنه يكون في طلبة جدد التحقوا في هذا البرنامج. لابد من تزود الطالب طالب الإعلام بالأخلاقيات والتحقق مع العلم إنه الآن عالم الاتصال يتجه إلى العالم العملي، إلى التصوير الرقمي، إلى كل هذه التقنيات. بشكركم على هذه البرامج الرائعة وشكرا لكم. شكرا، وسنسمح للأساتذة الثلاثة بالإجابة على سؤالك حول مسألة الأخلاقيات، مسألة كثير مهمة. أستاذ حسام عز الدين تفضل يا صديقي. يعطيكم العافية الجميع، وشكرا لمركز الإعلام على كل ما يقدمه كل فترة وفترة فيما يتعلق بالنواحي الأكاديمية والنظرية للإعلام. صراحة الموضوع أكون تعرف أني أخ عماد أنا دائما صريح دغري، يعني واقع الإعلام أنا في نفس الموضوع الأخلاقيات، لكن أنا بتقديري أن المؤسسات الإعلامية سواء الخاصة أو الحكومية تقتطع من موازناتها لدعم مراكز الإعلام لما يقدموه من يعني تخريج دفعات جديدة من الأيادي العاملة لنقول في مجال الإعلام. يعني بمعنى أن المراكز الإعلامية المتخصصة بالإعلام ومواكبة تطورات الهائلة على الإعلام تسبق المؤسسات الإعلامية، وهذا بضعنا أمام سؤال كديش في عندنا مؤسسات إعلامية بتعمل وفق هاي المعطيات أو وفق التطورات اللي بتم تخريج الطلاب بشأنها. اثنين، ولا يعني لازلت بذكر الجملة اللي حكتها الأخت نبال، إنه بالفعل ممكن أن نصل لمرحلة قادمة بنكون وين ما فيش مدارس، يعني ما في مدارس التقليدية، بمعنى أن التطور موجود. أنا بتقديري المحك الرئيسي أمام مراكز الإعلام، طبعا إضافة للشكر الجزيل على ما يقدموه من إغناء الواقع الإعلامي في ما يعني بعيش العصر والتطور، مسألة المضمون أنا بتقديري أن هذا التطور الوسيلة الاتصال والتطور الهائل على وسائل الاتصال سيف ذو حدين، يتم استخدامه نواحي سلبية يتم استخدامه بشكل إيجابي. أنا بتقديري يعني يجب أن يتم بمراكز الإعلام الموازاة الدائمة ما بين التطور الهائل على وسائل نقل المعلومة وآلية تجهيز المعلومة حسب الأكاديميات في صناعة أو نقل في البحث عن الخبر، في يعني بمعنى آليات العمل الإعلامي الصحيحة المعروفة طبعا عالميا ألف باء الإعلام. عندنا إشكالية اليوم في الواقع العربي بشكل عام، العربي تحديدا، إن إشكاليات المعلومة تتناثر مثل البشارة، بمعنى أن في يعني يتم تناقل المعلومة، تتناقل المعلومة عبر الموبايل عبر كل وسائل الاتصال الحديثة، لكن الإشكالية التي يعاني منها الإعلام
العربي بشكل عام أقول، وكثير في المجتمعات الأجنبية في الفيك نيوز، يعني حتى الفيك نيوز باتت تتناقل يعني من خلال هذه التقنيات، لكن لطريق لطرق سلبية. لذلك أقول إن المراكز الإعلام الآن على المحك في ضرورة أن تترافق أساليب التعليم على وسائل الإعلام والتقنية الحديثة مع آليات العمل الإعلامي الحقيقي. شكرا جزيلا. طالما ما في أيادي مرفوعة، بس حابب أجاوب زميلنا حسام عز الدين، وبعدها بنقول الإجابة للمتحدثين الثلاثة. صديقي حسام، استجابة المؤسسات بطيئة، وهذا لا يعود فقط إلى أنه ما عندهاش الرغبة أو الإرادة أو النية، ولكن في كثير من الأحيان يعني استجابتها بتكون مرهونة بدواعي اقتصادية، وإضافة إلى النمط التقليدي اللي بيحكم عمل المدراء الكبار في العمر. فبالتالي الاستجابة بطيئة، ولكن ما نركز عليه بشكل أساسي هو تمكين الصحفي من امتلاك المهارات الحديثة. ربما يكون اليوم في تلفزيون فلسطين، وتلفزيون فلسطين الحكومي مثلا يرفض استيعاب هذه التقنيات الجديدة، ولكنه غدا سيكون مع وسيلة إعلامية أكثر احترافا. ما يهمنا هو توفير الفرصة للصحفي لكي يبقى في الطليعة في الميدان، بحيث يتمكن من الحصول على وظائف جديدة. بدي أعطي الكلمة الآن للزملاء الثلاثة حتى يردوا، بدءا من الدكتورة سهير. دكتورة سهير، قديش عملكم مقدر كجامعة من قبل المؤسسات التشغيلية؟ طيب، هو طبعا يمكن كل يعني اللي أنا هحكيه ده قدرا يعني أنه حصل قبل الويبينار. يعني احنا كان عندنا الأسبوع اللي فات زيارة من الهيئة الوطنية للإعلام، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في مصر، واحنا يعني كان في تعاون يعني بحثي كبير معاهم. فجم عندنا الاسبوع اللي فات وكنا بنتكلم وبنعرض لهم بعض شغل الولاد في كل الاقسام بالاضافه لقسم الاتصال المرئي. حصلت حاله يعني ايه انبهار غير عادي بصراحه، يعني انا استغربت يعني، بس يمكن الانبهار ده سببه يعني عدم قدرة الآخر على إتقان مثل هذه التقنيات. يعني هو الانبهار جه من ده، وإن التقنيات دي بيقوم بها بعض الطلبة. وتم بالفعل عمل بروتوكول ما بين الهيئة الوطنية للإعلام وبين جامعة الأهرام الكندية، هو في سبيله للتوقيع، بشأن إنشاء موقع خاص للهيئة الوطنية للإعلام من خلال يعني أعضاء هيئة التدريس في قسم الاتصال المرئي وبعض الطلاب اللي نفذوا موضوعات زي اللي حضراتكم تفضلتوا وشفتوهم معايا دلوقتي. بس للأسف الشديد يا أستاذ عماد، إحنا ما زلنا نواجه يعني مشكلة في ثقافة التغيير. يعني هي دي للأسف، هناك بعض القائمين على صناعة القرار الإعلامي في مصر ما زالوا يعني متمسكين بفكرة الورقي. يعني كان من ضمن هذه الزيارة أحد أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، هي كانت سيدة رافضة تماما للفكرة، يعني لمجموعة الأفكار اللي احنا بنعرضها من خلال قسم الاتصال المرئي، بس كان فيه على الجانب الآخر قبول من الأعضاء الآخرين. فيعني لو احنا عندنا مشكلة، وده ردا على كارولا، هل الموضوع ده مقدر؟ هو فعلا appreciated جدا يا كارولا في مصر، مش بس من الجهات الحكومية ولكن أيضا من وسائل الإعلام الخاصة. دي طبعا نقطة مهمة، بس أنا بتكلم على في الإطار بتاعنا، يعني مين القائم على هذه على وسائل الإعلام في مصر؟ هي هذه الهيئة الوطنية للإعلام، يعني بمثابة وزارة إعلام برضو يعني تانية كده عندنا. فإحنا فعلا في تعاون هيقوم ما بيننا وبين الوزارة. السؤال التاني بعد إذنك سهير، ننتقل لبيان، نشوف أنتوا بيان يعني عندكم في تقدير من قبل الحكومة، ولكن هل في تقدير من قبل المؤسسات التشغيلية لعملكم؟ تقدير بالنسبة للمؤسسات الصحفية قصدك الإعلام؟ نعم. إحنا عندنا مشكلة وبنحكي فيها دائما أنا والأستاذ يسار. الأستاذ يسار بسميها training fatigue، إنه اللي عم بصير في تدريب. يعني احنا بنجيب تمويل بندرب الصحفيين، اذا دربنا صحفيين صغار مثلا واستوعبوا واخذوا هاي المهارات برجعوا على مؤسساتهم، المسؤولين عنهم ما بيعجبهم هذا الحكي، واللي حكته الدكتوره سهير اللي هو العقليه هاي اللي ما بدها تغير، فبيروح التدريب سدى.
الفئة الثانية إنه اللي أكبر لعندهم خبرة أكثر وبيجوا عشان مثلاً نعطيهم مهارات إضافية ما عندهم استعداد، لأنه الصحفيين عندهم الأنا كتير كبيرة، عندهم إيجوز كتير كبيرة، فصعب. ونفس الشيء المسؤولين ورؤساء التحرير وغيره. بعدين إحنا خلينا نعترف، إحنا بصراحة ما عندنا إعلام ولا عندنا صحافة، هذا اللي عنا يعني إشي هيك ما بعرف شو بدنا نسمي، يمكن الأستاذ يسار عنده إشي بيقدر يوصفه، بس يعني وين يعني إحنا مطولين، إحنا لسه بدنا سنوات ضوئية حتى نوصل للإعلام الصحيح. وإذا بدنا لا تتوفر الإرادة السياسية حتى ننهض بالإعلام وننهض بالحريات وننهض ب كفاءات. احنا فعلا يعني هذه العلاقه مع المؤسسات التشغيليه لازم نبحثها ايضا، بلكي بالجزء الثاني من نقاش اليوم. بس قبل ما اعطي الاستاذ صالح يجاوب على سؤال الاخلاقيات، الاستاذه ناهضه مطعمه مديره وحده الجندر والنوع الاجتماعي عندنا بالمركز عندها مداخله، وبعديها مع الاستاذ صالح حتى يجاوبنا. تفضلي ناهض. صباح الخير عماد، صباح الخير لكل الزملاء والزميلات، صباح الخير لكل ضيوف مركز تطوير الإعلام، شرفتونا. أنا بدي أحكي عن نقطة صغيرة يمكن تساعد أنه إحنا نفكر مع بعض بصوت عالي في مسألة البحث عن التقدير. التقدير الحقيقي بالقفز النوعية اللي ممكن تصير ما بين الإعلام التقليدي للإعلام الرقمي. التقدير الحقيقي رح يجي لما إحنا بنقدر نمكن كل الجمهور والمؤسسات اللي بتشتغل على الحريات وعلى حقوق المرأة وعلى حقوق المعوقين وعلى الفئات المهمشة، لما احنا بنعطيهم أدوات جديدة يخاطبوا فيها النظام السياسي ويخاطبوا الحكومات، لما احنا بننجح بأنه احنا يعني أخذ معنا وقت كبير واحنا بنقول الإعلام التقليدي قدي الإعلام مهم وقدي بقدر يقوم بوظائف الرقابة وفي المتابعة وفي إبداء وفي فتح نقاش وفي محاسبة، أخذ معنا وقت كبير وإحنا بنقنع الجمهور والمؤسسات دائما في الدور الرقابي. دائما كانت العلاقة مع الإعلام بتكون علاقة زي ما نسميها دائما يعني زواج متعة، بس الإعلام بقدي مجموعة من الوظائف وبعد هيك بروح. المحنة الحقيقية مش في بحثنا عن التعزيز أو التقدير من المؤسسات الحكومية في دعمها لهذا، المحنة الحقيقية كيف ممكن نخلي هاي الوسائط وهاي الأدوات متاحة لكل الجمهور اللي ممكن يدعمنا. اليوم احنا بنشوف قصة مصورة صغيرة بس بتنعرض ببساطة بكلمات أقل بصور أكتر بإيضاحات أكتر ورموز أكتر، بتوصل لكل العالم وقضايا بتصير ترند ورأي عام. هو هذا التحدي الأصلي تبعنا، واللي أنا بحب عماد أنه نفكر فيه أكتر كيف ممكن نوصل. مش بس الصحفيين ما عندهم خيار غير أنهم يلتحقوا، وهذا هم يوم عن يوم بفهموا. حتى إحنا الحرس القديم اليوم عم بنفهم أنه الإعلام الرقمي هو المخرج الوحيد، لكن التحدي الحقيقي كيف ندمج كل مؤسسات المجتمع المدني، النساء اللي بدافعوا عن حقوقهم، المعوقين، كيف ممكن يكونوا بيستخدموا هاي الأدوات بسرعة، كيف ممكن نحقق هاي القفز النوعي. شكرا جزيلا. طب كنا بدنا نعطي الكلمة لليندا. ليندا ما زالت موجودة معنا، ليندا سفاريني. تفضل أستاذ صالح. يعني ما أيوة أستاذ. تفضلي ليندا. أيوة أستاذ عماد. تفضلي. أنا مشكورة أنك أعطيتني وقت، فعشان هيك بدي أحكي كتير بسرعة عشان أعطي مجال الأستاذ صالح. أنا كمان بدي أقول أنه انعدام التقدير لهذا التطور الفكري في الإعلام سببه أنه الإعلام الرقمي عم بيمشي بسرعة الكهرباء، والقوانين الحامية والراعية والمنظمة للتطوير الإعلام الرقمي تمشي بتباطؤ كتير قوي، وبالتالي مش قادرة تلحق سرعة الكهرباء اللي بيمشي فيها تطور الإعلام الرقمي. وضعف أخلاقيات المهنة عبر الإعلام الرقمي اليوم سببه أنه القوانين الناظمة مش موجودة في كتير من الدول، ابتداء من أمريكا انتهاء يعني بفلسطين. الشغل على القوانين كتير بياخد وقت، والإعلام الرقمي عم بتطور بتسارع كتير قوي، وبالتالي الواحد لازم يعني يعتمد على ضمير
اللي بيشتغل كإعلامي في الإعلام الرقمي أكثر من القوانين الضابطة له اللي بتخليه ما أي تصرف بيعمله بتحول إلى جرم رقمي يعاقب عليه. شكرا جزيلا لك. معضلتين، معضلة الأخلاقيات ومعضلة القانون، كيف بتحلهم من خلال دبلوم الإعلام الرقمي؟ شكرا. الصوت أستاذ صالح، بس الصوت. اللي صار معنا في جامعة بيت زيت أننا اعتمدنا على تصميم تعلم مبني على احتياجات السوق ومبني على احتياجات وسائل الإعلام، وبالتالي في قائمة الاحتياجات لم تظهر الأخلاقيات كمطلب رئيسي لا لسائل الإعلام ولا للمشغلين أو كبار الموظفين في وسائل الإعلام، ولكننا لم نستسلم لهذا الموضوع. ويعني كلياتكم أساتذة وتعرفون حجم الاحتجاج من الطلاب ومن الأجيال الجديدة على المساقات التقليدية، هم لا يحبون كلمة أخلاقيات، نحن استعطنا عنها بالتحقق verification، وكنا يعني ناشي كلياتكم صادقين وتنقلون وتصنعون محتوى. لو ترفع الصوت أستاذ صالح، لو ترفع الصوت. استعدنا يعني أو استعنا بالتحقق كبديل أو كمقوي أو كمعزز للأخلاقيات، وبالتالي علمنا أو أدخلنا في كل المساقات التي اعتمدناها في هذا الدبلوم توصيات المدربين بأنه يجب أن نعلم الطلاب كيف نتحقق من الصورة، كيف نتحقق من الفيديو، كيف نتحقق من الصوت، كيف نحمي الملكية الفكرية، إضافة إلى إيماننا الشديد أنه صناعة هؤلاء المهنيين بهذه المهارات العالية لا يسمح بأن لا يسمح لهم بأن يتحولوا إلى صناع مضامين كاذبة أو صناع أخبار مضللة. أنا يعني أستغل إجابتي الآن لأخاطب كل أساتذة الإعلام، خاصة أنه كلياتنا أساتذة إعلام، الجيل الجديد من الطلاب في منطقة لا تشبهنا، وتصميم مساقات للتعلم في هذا الاتجاه يجب أن يخطو بحذر وأن يتعامل مع احتياجاتهم. صحيح أنا بإمكاني أن أقول أنه مركز تطوير الإعلام أنتج مساق في الأخلاقيات، لكن في الـ 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 في المواضيع المتخصصة فيما يطلبه الطلاب في دبلومات متخصصة في الإعلام الرقمي مرات يجب أن نتعامل بحذر وأن لا نضغط عقولهم بالأفكار التي تربينا عليها. سريعا القانون أستاذ صالح بشأن القوانين المواكبة للرقمنة، تصميم التعلم للدبلومات الحديثة يجب أن يمشي بحذر في هذا الموضوع. وعلشان هيك أنا قلت أنه بدينا كان التحقق من الفيديو والصورة وحماية الملكية الفكرية كبديل عن الأخلاقيات. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ صالح. ونحن ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من ندوتنا لهذا اليوم، وسنتجه إلى السويد. أنا نستروم من مكتب تطوير الإعلام في الراديو السويدي، وكان لها يعني أكثر من تدخل في مجال بحث الرقمنة في الإعلام في فلسطين وفي المنطقة العربية. أهلا وسهلا بحضرتك، والحديث الآن عن التحول الرقمي في الإعلام الفلسطيني، تفضل. Hello everyone, thank you for that introduction. I am very happy to be part of this webinar, and I will share with you what we have worked together with MDC at Birsait University. So I hope I will be able to share my screen here. Okay. Yeah, so the name of this pretty amazing journey that we did together, the topic was digital transformation of Palestinian media and how to move forward. One reason why it was so amazing was because it was completely COVID adapted. We have actually never met in real life. We decided when the pandemic hit us that we would try our best to do this completely online. And I think we can say that we did manage. It's the Swedish Radio Media Development Office, SRMDO, and the Media Development Center at Birsait University.
And we were sponsored by the Swedish Institute, which is a public agency in Sweden that supports and promotes international relations and development around the world. And just a few words about who we are, SRMDO. It's an independent part of Swedish public service media. And we have the opportunity to draw on expertise from the three public service companies in Sweden, Swedish Radio, Swedish Television, and Educational Radio and TV. When we work around the world in international missions and development corporations, we are always funded by international development cooperation agencies, mostly in Sweden. And we are specialized in journalistic and institutional capacity development, and also in digital transformation. So the overall goal of our organization is to provide people with independent and trustworthy media as a platform for citizen participation and interaction. And since we started in 1993, we've been in a number of countries, as you can see, in Asia, in Africa, and some in Europe and Middle East. So Palestine is one of our latest projects, and we are also active now in Ukraine and Rwanda. So what we did together with MDC is that we started by identifying what the relevant stakeholders would be to really get close to the digital transformation of Palestinian media. And of course, we had to assess the level of transformation so far. And we also identified gaps that needed to be filled through a first survey that we did together. And when we had the responses to what the needs were, we custom designed two interactive webinars. Since we couldn't meet, this is what we decided to do. And then, move the slides, maybe you want to put another slide. Oh, you can't see the slide? Yeah. Oh, okay. Yeah. Want to move it, yeah, please. Sorry? Yeah, we see the first one, digital transformation of Palestinian media. Oh, that's weird. I have to move on then and see, because you never saw the other ones? No, just the first one. Now we can see the building. Yeah. Okay, yeah, this is the Swedish Institute one, and this is the presentation of who we are. I'm sorry. On my screen, it looked like we changed the slides, so I was moving forward. Okay, but this is the one I was on. Yeah. Thank you for telling me. This is what we did together. We identified relevant stakeholders. We assessed the level of digital transformation in Palestinian media. We identified gaps that needed to be filled through a first survey. And we custom designed two interactive webinars. And at the end of that webinar, we created a second survey that was filled out, which helped us see what the important next steps would be for the Palestinian media sector to move forward in this transformation. And at the end now, Saleh and I have worked out an action plan how to move forward. And in the interactive webinars, I recognize some of you participating in this webinar, but we were all together 66 people, digital diploma students, media house representatives, and of course, management and staff at MDC. And we were three Swedes in a studio in Sweden, where the main attraction was Mr. Johannes Kadell, who is a digital transformation expert and a project manager for online journalism at the public service TV company, Swedish Television, or SVT. And he inspired us by sharing the digital journey of SVT. And the topic for his seminar was Digital Transformation in a Changing Media Landscape, a journey about credibility, strategy, and change of mindset. So, and this is one of his slides that he shared, and it's really the reason why
digital transformation is so important for all media houses. And it is because the media world is changing, and it's changing very rapidly. So, and you're all familiar with this, of course, but it gives them the broadness of the challenge that these changes relate to. So it's about the change media habits, of course, the international competition, the very offensive tabloids and social media giants who you can't really approach or reach when you feel that they have brought false news or things like that. You also have the filter bubbles where people tend to choose what media they want to take part in, and they are not reached by other media. Also YouTube, where anyone can publish anything. Also we have seen changes in how dialogue is very important with the audience. So you can't really have that one-way communication anymore. You have to really get in close contact with your audience. And young viewers are hard to reach. We also see the battle between broadcast watching and video on demand watching. These are just some of the things that makes you have to somehow approach the digital transformation. And it's easy to think that this is something outside of us that we are a victim to. We think that this is a technical transformation or transition. So if we get the right gadgets, if we open the right accounts, we are digitally transformed. But what we have found and what we have worked a lot with and what we shared with MDC in those webinars was that it's really not. It's more of a process. And we have worked out and identified 8 different steps or success factors in digital transformation of media. And all of these 8 boxes will need to be visited in order to succeed with digital transformation of media. And I will only touch upon these just a little bit so you understand what they contain. But what Johannes Kardell did was that he really explained it thoroughly, and we had thorough discussions about each of these boxes. But if we start with the first one, it's competence, and it's really about all staff in a media house needing to have competence, needing to know why digital transformation is important. And everyone must have this basic knowledge. Doesn't matter what your job is in the media house, you really need to be familiar with this because it is such a dramatic change for every media house. And you have to be prepared to build excellence in competence when it comes to digital media. You need to support those that are really interested and can excel so they can encourage others. The technical setup, of course, it deals with some of the technical gadgets that I mentioned, but it also deals with the workflow and how you have to change your way of working and encourage and educate mobile journalists that can reach this new audience in a much quicker way so that you don't stick to old ways of producing news or any other content. You need to really step up when it comes to the methods. And also to streamline the tools and the way of working, as I mentioned, is really important here. And then strategy, very, very central. And it's not enough with just one strategy. You really need a strategy for both the digital content and the old-fashioned way of producing content, because for a while we will have to do both of them parallel. So usually it's necessary to have a strategy for the old broadcast news, if you look at television, and for the new digital news, for instance. So several strategies are necessary in the media house. Then you also need a strategy for maybe a country or the media industry in a country.
The interaction is what I mentioned before. It's the dialogue with the audience, where the audience no longer wishes to have that one-way communication. So we don't talk to the audience anymore. We have to talk with them. We have to really interact, and this is central in the new digital era. And that, of course, relates to the content, and all of these eight boxes relate to one another. So the content, of course, is king, as you might know as media practitioners. You really have to be mindful of the content. And when it comes to digital journalism, the content is really demanding because you have a much more demanding audience. So you need to get to know your audience to know what they need and what you then need to produce. So this is related to the next box, knowledge about audience, where audience research is very, very important nowadays. As you know, all of the big actors, all of the global actors, not least in social media, they measure everything and they publish all of the measurements so that you can constantly follow exactly how the content is received by the audience. So this is really an important part also of digital transformation. Measure, 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 adopt and measure again, and adjust and measure. And so it's a continuous circle. The box external preconditions was something that we talked a lot about, because for the Palestinian media market, of course, the effects of Israel and the conditions within the media climate in Palestine affects this digital transformation a lot. So we discussed that a lot. And some of these things, the external preconditions, you can't really do much about. You have to relate to them, but you can't really always change them. You can try to influence, but you can't really change all of it because it's not in your hands. So this is an important one to relate to in different ways. And the last one is trustworthiness, last but not least. As you know, in media, the trust with your audience, the trust that you build towards your audience is really key. And it relates, of course, to the content. You have to produce content that your audience can trust and relate to in different ways. It has to be truthful, of course, ethical reporting, fact-finding is more important than ever. It's like the antidote towards trolling and fake news. And creating this trustworthiness is so important in the digital age, because there is a lot of nonsense and a lot of dangerous facts also being spread. So this is really an important part. And all of these eight boxes, as I said, were discussed. And lots of questions were also post around these eight boxes in the survey that we did, because we really wanted to find out where do you stand related to these boxes? Which one of the boxes would you need to work most in? Which ones can you leave for a little while? And that was really interesting to discuss this and get a lot of insight, intelligent viewpoints and very creative ideas. How to move forward. So these were the most important next steps that were identified in the survey after the interactive sessions. And that was to build competence and capacity when it comes to digital journalism, which you're already doing, but to continue to do this work. Of course, to create strategy or strategies. That was also something that many of the participants pointed out, the importance of having a plan, a roadmap. And then develop the content, which is what we do all the time in media, but with focus on basing it on audience needs, and enhance interaction. That was also something that many pointed out, because we tend to be stuck in the old way of communicating. Me as a sender, sending out to a receiver, which is not good enough anymore. So this needs to also be developed. And
So what we can say as Swedes and getting to know the Palestinian media market is that all the 8 boxes need to be visited, but this is the most important next steps. And finally, we intended, it was our plan to continue to work with MDC from SRMDO and apply for more funds from Swedish Institute. But unfortunately, the pandemic has stopped us from this at this stage. So what we have now agreed with MDC to do is to reevaluate and see if we can continue our work in 2022 when we can actually hopefully travel to Palestine and work peer to peer, side by side, and continue this journey. But we also encourage MDC to continue your great work and the networking that you have with all of these relevant stakeholders. And don't wait for us, start working. Dig where you stand and use the knowledge and inspiration that this interactive session gave you. So that's what I want to just hand over, is to continue working on this roadmap to change. Thank you. شكرا جزيلا انا وبالتاكيد سوف نواصل العمل من قبلنا كمركز تطوير الاعلام لمواصلة العمل معكم وسنكون سعيدين أكثر أيضا باستقبالكم هنا في فلسطين لمواصلة التنسيق والعمل. قبل أن نتحول إلى مسألة علم البيانات والإعلام مع الدكتور عبد الرازق النتشي من مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، أريد أن أشكر الدكتورة آنا على ما تفضلت به وخاصة بضرورة وجود استراتيجية للتحول الرقمي في مؤسساتنا الإعلامية وأيضا في المؤسسات التي تدرس الإعلام الرقمي، وضرورة وجود خطة واضحة من أجل زيادة التفاعل. هذا الإعلام الرقمي يوفر فرصة نادرة للتفاعل، للأسف أن وسائل الإعلام لا تستغلها بالشكل الجيد ولا تمتلك حتى الآن سياسات تحريرية تحدد كيف سيتم إعطاء الجمهور حق التعقيب والتفاعل، كيف ستستقبل المعلومات والفيديوهات التي يرسلها الجمهور من مناطق نائية مثلا، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التي تستقبل هذا الإنتاج الذي يقوم به مواطنون أن تتمكن من المحافظة على حقوقهم الملكية الفكرية. أعتقد أن هيئة الإذاعة البريطانية أعدت مثل هذه السياسة التحريرية المتعلقة بالتفاعل مع الجمهور رقميا، وأعتقد أن وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية معنية أيضاً بأن تزيد من كمية التفاعل مع الجمهور، طالما أن الإعلام أصبح رقمياً وأصبح المتدخلون فيه كثر. تفضل دكتور عبد الرازق النتشة من مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، علم البيانات والإعلام. يسعد مساكم جميعاً ويعطيكم العافية. أنا كثير سعيد أني فاتني دكتور، فقط قبل أن تبدأ كلامك أن أشكر الزميلة ريما عجرمي على الترجمة الرائعة التي قامت بها. أنا يمكنك الاطمئنان إلى أن الترجمة كانت رائعة. شكراً ريما مرة أخرى وتفضل. يسعد مساكم جميعاً ويعطيكم ألف عافية. أنا زي ما حكيت قبل شوي سعيد كثير أني أنا موجود بيناتكم. أنا عبد الرزاق النتشي، تخصصي في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وشكراً لدعوة زميلي صلاح مشارقة أني أكون بيناتكم، عشان يعني أنا دايماً بآمن في شغلة كتير مهمة اللي هي تقاطع الخبرات والمعارف عشان بالآخر نحاول أنه نتقدم في مشاريع مهمة ومعينة أنه تزيد الإثراء لأي احتياجات في أي قطاع أو أي تخصص. من هذا المنطلق أنا حابب اليوم أحكي عن فرص موجودة بين، إذا إحنا شفنا تقاطع بين الصحافة كل أنواعها وبين كمان علم البيانات، بدي أحكي كمان عن تجارب خارجية مثلا في العالم في الموضوع هذا، وكمان محلية يعني قاعدة بتصير حالياً في بعض المناطق الموجودة عندنا في فلسطين. هلأ قبل ما أبلش حابب بس أحكي شوية عن
شو هو علم البيانات. يعني لو بدنا نيجي نطلع على علم البيانات، علم البيانات بشكل يعني سريع ومختصر هو تحليل بيانات خاصة في موضوع معين بتكون، ومن خلالها بدنا نطلع بالآخر نحكي لهم insights يعني ونصائح تتعلق في هذه المشاكل أو في القطاع الخاص أو في البزنس معين. ولما بدنا نيجي نطلع على المراحل تبعته، بدك أول إشي تفهم المشكلة أو الفكرة اللي بدك تشتغل عليها، بعدين بدك تبدأ تحلل البيانات المتعلقة في هذا الحكي. ممكن مرات بدك تجيب أكثر من مصدر من هذه المعلومات تشتغل عليها، بدك تحاول تستكشف هذه المعلومات، بعدين بدك تحاول تعملها بإطار محدد من خطوات معينة، وعلى أساسها بدك تصير تبني بنسميه إحنا موديل. هذا الموديل إنه أي معلومات جديدة بتجيك محطوطة في نفس الإطار ممكن أنت تتنبأ في نتيجتها، فهيك بصير عندك تقدر تتعامل مع المحتوى الخاص. لو ما نيجي نقارن هذا الحكي في إيش بيعمل الصحفي، بدنا نشوف فيه، بنلاقي فيه تشابه كتير بين الخطوات هذه. يعني بالآخر لما بدنا إنا نيجي نكتشف إيش الصحفي بده يكتب، فبده يروح يبدأ يشوف إيش الموضوع المحور اللي بده يكتب عليه، بده يعمل investigation تحري، بده يجي يطلع هل هذه المعلومات اللي طلع فيها بالتحري بده يتحقق منها، وعلى أساسها بده يسرد هذا النتائج اللي بيطلع فيها كقصة. فمن هون بنيجي بنحكي إنه إيش اللي بيعمله عالم البيانات أو التحليل، هو بالحقيقة أحد كان بيعمله من سنوات الصحفي. أوكي، فوين بيصير التقاطع؟ وين بيصير الإشي اللي ممكن إنه البيج داتا، علم البيانات، الداتا ساينس، كل هذا الحكي يثري العمل اللي بيعمله الصحفي؟ لما نيجي نطلع، خلينا نيجي نطلع على الكوفيد 19. الكوفيد 19 مثلا هذا محور قصة، لما يعني اجي اطلع عليها انا بدي اجي احكي عن الحالات وبدي اروي شو قاعد القصص اللي بتصير بخلال هذه المشكله اللي هو الكوفيد 19 بكل محاور. فلما اجي اطلع عليها بيجي الصحفي بالطريقه التقليديه وبده يجي بصير بده يدرس شو يعني كوفيد 19، بده يبحث شو يعني كوفيد 19، بده يشوف شو الحالات اللي بتصير فيها كوفيد 19، صار يطلع عنا ريسيرش بيبرز بده يقرأها، بده يفهم شو هذا، وعلى أساسها بده يسرد هذه النتائج اللي بده يحكي فيها. وين هون تكمن المعضلة؟ وين هون تكمن الأشياء اللي بتكون تحديات اللي بواجهها الصحفي في هذه المرحلة؟ اللي هي الوقت. دايماً الصحفي مطلوب إنه يطلع المقالة تبعته في وقت معين، ديدلاين معين، في النيوز رومز، في المناطق الإخبارية، في مقالات. هلأ هذا الحكي أول إشي من ناحية خلينا نحكي كوست يكون عالي كتير، وبنفس الوقت من ناحية effort time it's time consuming. شو طلعت في آخر سنتين؟ طلع عندي مشاريع وأفكار وشركات انت بتدخل له هذه المقالات الالكترونيه البحثيه او اي مقال، وهو بصير يلخص لك اياها، بلخص لك اياها على حسب محاور انت بتكون متفق عليها. فانت كصحفي مش ضروري تروح تقرا 12 صفحه ارتكل عشان انت بالاخر تتحقق وتفهم ايش الموضوع 100% وتدرسه وعلى أساسه أنت تبدأ تلخص الإشي اللي قرأته. أنت هون أجا الذكاء الاصطناعي، أجا الداتا ساينس عشان يساعدك، وعشان أنت بس تصير تاخد الدور الأساسي اللي هو القرار والتحليل اللي بيطلع من هذا الجهاز أو من هذا البروجرام أو من هذا المشروع، كيف أنت بالآخر تستفيد منه. فهذه كانت نقطة محورية في عمل الصحفي مثلا في هذه الجائحة، مثلا انه زادت الانتاجية تبعته من خلال هذا الحكي. هلأ في مقال وقول دائما بيحكوا فيه انه بالاخر يعني بالضبط a human investigative journalist can look at the facts، بيجي بتطلع على الحقائق، identify what's wrong with the situation، بصير يشوف ايش المشاكل من هذا الحكي،
وبالآخر بيطلع وبسرد الحقيقة. أوكي، هلا هذا الحكي كله أجي أعطيه لماشين لآلة، أوكي، هذا ما راح تقدر تعمله الآلة ولا راح يقدر يعمله الأبليكيشن. فإحنا بالآخر ما بنحكي إنه الذكاء الاصطناعي بالآخر راح يصير يحل محل مثلا الصحفيين، أو إنه يصير يكون هو مثلا ياخد بعض الوظائف بالصحافة، لا أبدا، بس هو راح يساعد في اتخاذ قرار، راح يساعد في الإنتاجية، وراح يقلل بمستوى الإنفاق أو الكوست اللي بيصير من خلال إنتاجية المقالات أو أي موضوع صحفي معين. هلأ حابب أحكي أمثلة على آخر ما تم مثلا الشغل فيه من قبل الشركات في موضوع الصحافة مع الداتا ساينس. في شفنا شركات ناشئة كتير قاعدة بتدخل في هذا الموضوع، وحتى نيجي إحنا بنحكي البزنس موديل تبع الصحافة قاعد بتغير. فهلأ صرنا نشوف كتير قاعدين بيشتغلوا على موضوع الاشتراك. أوكي، إني أنا بطلت أجي مثلا أطلع على صحافة مقابل إني أدفع مثلا حق صحافة مثلا مجلة، أو إني لا أنا بدفع اشتراك شهري. بس بالآخر شو المطلوب مني؟ المطلوب إني أنا أشوف الأخبار اللي أنا بدي إياها، اللي أنا بطلبها، اللي أنا كعبد أنا برتقيها بحب أطلع عليها. فبتصير أنا تدرس إيش أنا بقرأ، إيش احتياجاتي، إيش تصرفي أنا بالقراءة، إيش المواضيع اللي أنا بحب أقرأها، وعلى أساسها تصير تعطيني زي ريكومنديشن إنه أنت هذه المقالات رح تعجبك فاطلع عليها واقرأها. فمن هون صرنا نشوف إشي بنسميه Data Driven Applications أو Applications مبنية على البيانات نفسها أو أسلوبك وتصرفك أنت في التصفح والقراءة. شركات كتير مشهورة زي فليب بورد من أول الشركات اللي استخدمت هذا هاي الطريقة، وبعديها تبعوها شركات كتير. هلأ في شركة كتير مشهورة اسمها كراون تانجل، هذه الشركة معمولة عن طريق فيسبوك نفسها، وهذه الشركة استخدمت تكنولوجيا جديدة بناء على علم البيانات والسوشيال ميديا اللي موجودة، إنها صارت هي تنتج قصص، وهذه القصص تكون مدعمة بأقوال موجودة بالسوشيال ميديا نفسها، مثلاً في الفيسبوك نفسه. هلأ في يوز كيسز جميلة جداً من هذا المنطلق، أنا راح أفشي وأرجع. محطة MBC استخدمت هذا الحكي في الجائحة، وصارت تحكي على بعرفش إذا ورجيتكم هون، شايفين الصفحة الإلكترونية اللي بعرضها هلا ولا بس لسه السلايدات الموجودة عندكم؟ موجود، موجودة سلايدات. open link أحسن. دقيقة. فمثلا هذه هون تجربة على NBC، محطة NBC، كيف استخدمت هاي الشركة وهذا الألغوريثم إنها تحكي مواضيع محورية مهمة. أوكي، هذه المواضيع بيست على منطقة أنت موجود فيها، والسرد القصصي اللي فيها من نفس أبطال القصة بكون متاخد عن طريق السوشيال ميديا. فأنت هون بناء على البيانات، بناء على الإشي اللي بتم تداوله، بيطلع عندك عنوان، وهذا العنوان بصير مدعم بمقالات، اقتباسات، فيديوهات منشورة من أبطال القصة، من أصحاب القصة نفسها. فطريقة حديثة مدعمة عن طريق علم البيانات والسوشيال ميديا، كيف إن أنا أروح أعمل سرد قصصي معين. وهذه بحكي لك لما قرأت المقالة، طبعاً يعني كلكم مدعوين تطلعوا عليها كاملة، بس إنها كيف زادت نسبة القراءة
عند لهاي المحطة بالنسبة للمشاهدين والمتابعين لهذه المحطة. ليش؟ لأنه صار الإشي بالنسبة له في relationship، صار إشي بحسه إنه هو نابع من المشاهد، من المتابع، هو صار من ضمن القصة هذه. فكان كتير إشي لما حللوا التجربة لقوها تجربة كتير ناجحة. نفس الفكرة، أوكي، إحنا قاعدين بنحاول نعملها هلأ في بير زيت عن طريق مشروع سميناه آي ووتش. طبعاً إحنا لما نحكي الفكرة بس حولناها لفكرة سياسية، نحاول من خلالها إنه نسمع للعالم صوتنا بالنسبة للانتهاكات اللي بتصير من قبل الاحتلال. بلشنا في موضوع هلأ مصادرة الأراضي، سمينا المشروع اسمه آي ووتش. آي ووتش بروح بناءً على بيانات وأرقام رح ننشئ منصة. هذا المنصة رح تصير بناءً على الأرقام تطلع تعمل بريدكشن لعناوين قصصية. هذه العناوين القصصية بتبين الانتهاكات للاحتلال في موضوع مصادرة الأراضي حسب وقت معين، حسب طبيعة الانتهاك إيش هو، وبتصير تورجي كيف المخططات اللي قاعدة بتنتهزها شو اسمه حكومة الاحتلال بالنسبة لمصادرة الأراضي. فبصير يعطينا حتى لقدام زي prediction إنه خلال الفترة الجاية رح يكون في أجندات 1 2 3 4. هلا هذه كلها القصص رح تكون مدعمة على أرقام وداتابيز محكمة. في عنا مؤسسات شركة معانا زي مؤسسة الحق اللي هي بتوثق هذه الانتهاكات، وراح يكون من خلال خبراء إعلاميين محليين راح يتم تدريب والعمل على هيك منصة بحيث إنها تصير تحكي لنا شو أنواع القصص اللي ممكن يتم نشرها في مواضيع مثلاً مصادرة الأراضي خلال الفترة الجاية. في كمان عنا حابب أحكي عن شركة ناشئة. هذه الشركة الناشئة اسمها ريد كرو، بعرفش إذا سمعتوا فيها. ريد كرو شركة فلسطينية ناشئة. من خلال المعلومات اللي بتكون والأخبار الصحفية اللي بتكون منشورة في مواضيع في بلدان زي فلسطين، بيروت، لبنان، الأردن، العراق، بتصير من هذه الأخبار تطلع تحذيرات على، وهذه التحذيرات بتكون مثلاً من ليفل 1 لليفل 3 بناءً على الأخبار الموجودة. بصير في تصنيف، وبتصير هذه مين يستخدمها؟ مثلاً القنصليات، السفارات، الـ NGOs عشان يسهلوا عملية السفر لهذه الدول. وهذه كلها بتكون بناءً على معلومات طالعة من مقالات إخبارية أو من أخبار في السوشيال ميديا. هذه شركة بالآخر هي مبنية على علم البيانات، وبتحاول من علم البيانات تعمل سرد لقصص، لأخبار. المثال الأخير أكيد سمعتوا فيه اللي هو موضوع كتير مهم، الفيك نيوز. يعني مع انتشار السوشيال ميديا كمان في قاعد هلأ بيطلع لنا موضوع الفيك نيوز، استخدمه ترامب في آخر فترة. وشفنا كيف يعني طلعت أبحاث كتير على كيف ممكن نعالج هذه المشكلة وهذه المعضلة. وطبعاً رويترز واحدة من المحطات والشركات اللي قاعدة بتحط كتير أبحاث في الموضوع هذا. كمان إحنا قاعدين بنحاول نعمل بحث في هذا الموضوع، بس بنختص في الأخبار الطبية، يعني متوجهين على الأخبار الطبية، وخلال الأخبار الطبية ندرس المعلومات المنشورة، نحلل هذه المعلومات، وبالآخر نشوف إذا ممكن من خلالها نكتشف إذا هذه الأخبار الطبية فيك ولا لا. هلأ دائماً وين المشكلة اللي بنحاول لازم ننتبه لها، اللي هي بنسميها إحنا في علم البيانات الداتا بايس. الداتا بايس إنك أنت تكون المعلومات اللي بدك تحاول تحللها لا تمثل الشريحة الفعلية اللي أنت بدك تشتغل عليها. ف
فمعناته كل المعلومات اللي انت قاعد بتشتغل عليها وبتحللها للأسف راح تطلع نتائج مغلوطة، وهذا في الصحافة كتير خطير، موضوع كتير خطير. فمرات بيصيروا يستخدموا المعلومات لأجندات خاصة، أوكي؟ وهذه هون بتيجي موضوع الترانسبرنسي والوركينج إيثيكس والصحافة الحرة، وأنه يكون في عندك شفافية في الشغل. لا، فمن هذا الحكي كله حبيت أورجيكم قديش في تقاطع بين التخصصين، على أمل أنه في المستقبل كمان يكون في تعاون أكثر وأكثر. وأنا شايف صراحة في بوتنشل كتير كبير وفرص كتير كبيرة يكون في تعاون مشترك في مواضيع كتير مختلفة في المستقبل القريب. شكراً كتير لكم. عماد المايك مسكر. أنا مدير فاشل لهذه الندوة. كنت بقول شكرا جزيلا وبشوف انعكاس كبير لكلامك، مش فقط في مسألة جائحة كورونا وإنما أيضا في الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، ولازم يكون في بيننا تعاون مستقبلا. خلينا الآن ننتقل للمركز العربي لتطوير الحقوق الاجتماعية لتطوير الإعلام الاجتماعي، مركز رائد يقوم بعمله في الأراضي الفلسطينية بظروف شوي خاصة. احنا مش بس بنعاني من جور السلطات ومن جور الاحتلال ومن جور ما شابه، وإنما أيضا بنعاني أكثر من غيرنا من جور شركات الفيسبوك وتويتر وغيرها، مثلنا مثل ترامب يعني مرات بحجبونا. فالحقوق الرقمية هو الموضوع اللي هيتحدث فيه الأستاذ نديم الناشف. تفضل أستاذ نديم. شكراً أخ عماد، شكراً للأستاذ صالح على الدعوة ولكل المنظمين. بتأمل أنه صوتي واضح ومسموع. تمام. بدي أطلب بس إذا في إمكانية أعمل أشارك برزنتيشن. طبعاً أنت آدمن بإمكانك. أوكي. يلا. بس لحظة واحدة. هلا خذ راحتك، إحنا معانا وقت وعلى حسابك هذا الوقت مش على حسابنا. تمام. تمام. الشاشة مشاركة شايفينها مزبوط؟ نعم نعم صحيح. طيب مرحبا للجميع مرة أخرى، أنا اسمي نديم ناشف، مدير مركز حملي، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وبالمداخلة القصيرة راح أحكي أكثر على كل موضوع الحقوق الرقمية الفلسطينية اللي هو الموضوع اللي مركز حملي بيشتغل فيه وبتخصص فيه. وكمركز هدفنا دعم الحقوق الرقمية وتعزيزها. وطبعاً الحقوق الرقمية تحولت لجزء أساسي من حياتنا، يعني إحنا اليوم كل حياتنا هي بالأونلاين، الإنترنت جزء أساسي في كل المعاملات اليومية، سواء من تعليم، العمل، الاقتصاد، البنوك، كل المجالات. وإذا بالسابق كان أمر مهم فأجت جائحة كورونا وعملته أهم وأهم، واضطرينا حتى الفئة اللي كانت تحاول تمتنع عن الانخراط بالحياة الرقمية فانجبرت حتى هي أنه تفوت على الحياة الرقمية بشكل كامل. محلات العمل اليوم عم تحكي على أنه حتى ما بعد جائحة كورونا راح يخلوا الإشي بطريقة هايبريد، جزء من الأيام بالأونلاين، جزء من الأيام بمكاتب العمل والآخر. هي في حياتنا كل البشرية عم تتغير أكثر وأكثر باتجاه كل موضوع الحقوق الرقمية. إحنا لما بنحكي حقوق رقمية عمليا شو بنقصد؟ يعني بنحكي عن الحقوق الرقمية اللي هي امتداد لحقوق الإنسان في الحيز الرقمي في الفضاء الرقمي. فكل الحقوق الإنسان اللي زي ما كلنا بنعرفها ومتعارف عليها دوليا وبالمواثيق الدولية والأممية هي بتمتد، مع تركيز على 4 مواضيع. الموضوع الأول الحق في دخول بالإنترنت، كل موضوع النفاذ، كل موضوع الأكسس للإنترنت. الموضوع الثاني اللي بتم التركيز عليه عملياً هو حرية التعبير عن الرأي. الموضوع الثالث الموضوع الخصوصية،
وكيف نتعامل مع البيانات، والموضوع الرابع الحق بالتجمع وتأسيس التجمعات والحركات كمان بالأونلاين زي ما بنعرفها. طبعا لما بنحكي على كل موضوع مناليه الانترنت هو بتتقسم لموضوعين. الموضوع الاول بسياقنا الفلسطيني خصوصا مهم، هو يعني الانفراستراكشر الموجود، لان احنا زي ما بنعرف اتفاقيات اتفاقيه اوسلو واتفاقيه باريس الاقتصاديه فرضت على قطاع الاتصالات الفلسطيني انه يكون متعلق تماما بالجانب الإسرائيلي وبالطرف الإسرائيلي. يعني كل قطع الاتصالات اللي بتفوت على البلد هي لازم تأخذ مصادقة من الطرف الإسرائيلي. فبالتالي يعني احنا بنحكي الاتصالات الإسرائيلية عم توصل 5G في غزة، بعدنا عم نحكي على 2G بالضفة على 3G. فحتى كقطع وكتطور يعني الانفراستراكشر الشيء الفيزيائي تبعه هو يعني دولة الاحتلال عم بتعيقه وما بتسمح تطوره. طبعا لما كمان الانترنت هو لازم يمرق بالاول، يعني الفايبر اوبتكس وكل السايبر كل الموضوع بمرق من عندهم بالاول بعدين بوصل للشركه، يعني الشركه الاسرائيليه بالاول بعدين الشركه الفلسطينيه بعدين المستخدم الفلسطيني. فبالتالي النتيجه هي انه سعر اعلى، يعني المستهلك الاسرائيلي بيحصل على انترنت بجوده اعلى وبسعر اقل، لانه عمليا كانه في طرفين اللي على الطريق بدهم يربحوا من المستهلك لما بده نحكي عن المستهلك الفلسطيني. فبالتالي كل موضوع يعني مناليه الانترنت هي يعني اشكاليه بحد ذاتها من ناحيه كل البنيه التحتيه، بس كمان احنا بنحكي على الحق انك تدخل على المواقع يعني، وهذا مش مفهوم ضمنا للاسف كمان بالسياق الفلسطيني. احنا بنعرف انه لليوم في 59 موقع محجوبين، ويعني موضوع الحجب هو مش بس بصير بمصر وبدول عربية، كمان بسياقنا الفلسطيني الداخلي للأسف. كمان بنحكي على الحق بالخصوصية، والحق بالخصوصية طبعا يعني خصوصا انه اليوم كل معلوماتنا زي ما حكيتنا كل حياتنا انتقلت، يعني معلوماتنا الطبية مثلا الانسان اللي ببداية الجائحة مثلا كان تنتشر قوائم لمرضى فلسطينيين اللي بالكوفيد وما كانش يعني يتم حماية هاي المعلومات. وطبعا بسياق الاحتلال احنا بنحكي كمان انه في اشكاليات كبيرة لانه كل التكنولوجيات الترصد والتعقب، واحنا يعني تحولنا كمجتمع فلسطيني تحولنا لمختبر للصناعات التكنولوجية الاسرائيلية اللي فيها بيخترعوا، يعني نحكي من وحدة 8200 وحدة التكنولوجيا لجيش الاحتلال، لا وحدات أخرى، لا شركات زي NSO اللي كلها بتيجي بتطبق تكنولوجيات مختلفة علينا اللي بواضح بطبيعة الحال يعني بتنتهي كل أي شيء اسمه خصوصية للمستخدم الفلسطيني للإنترنت. فهي كمان يعني جزء من الموضوع، جزء من الموضوع طبعا كمان كل موضوع الحرية التعبير عن الرأي والمعيقات اللي عم بتكون سواء من اعتقالات من الطرف الاحتلال الإسرائيلي لمئات الأشخاص الفلسطينيين على خلفية حرية التعبير عن الرأي بالإنترنت، لا للأسف كمان دور داخليا فلسطينيا استخدام قانون السايبر كرايم لو اللي استخدمته السلطة الوطنية الفلسطينية. وكمان النقطة الأخيرة أو العمود الرابع من بين هاي عمدة الحقوق الرقمية هو موضوع الحق بالتجمع والحق بأنه الناس كمان تتجمع بالأونلاين وتبني حركات، تبني تجمعات سياسية اجتماعية وإلى آخره. إحنا لما بنحكي يعني عموماً ذكرت أنا بعض الأشياء، بس لما بنحكي على الطرف الاحتلال الإسرائيلي إحنا بنحكي على كيف هو عملياً اليوم بيحكي كثير على كل موضوع shrinking spaces للفلسطينيين، يعني بأنه في محاولة للسيطرة على الفضاء كل الوقت من عدة الجهات وباستعمال تكتيكيات مختلفة، بس جزء منها هو كمان زي ما حكينا كل موضوع التجسس، يعني الماسيف سباينج والماسيف سيرفيلانس اللي هو مش على فرد أو واحد مستهدف، يعني هي الفرضية إسه أنه كل مستخدم فلسطيني موجود على شبكات التواصل الاجتماعي يتم رصده، هاي الفرضية الأساسية. وطبعا التكنولوجيا اليوم صارت متطورة، فيعني في كمان سهولة لكل هذا الموضوع وسهولة للاختراق، فكل موضوع الأمان الرقمي صفى إشكال كبير. بس يعني عموما استراتيجيات وتكتيكيات مختلفة اللي يعني بذكرها هيك سريعا، يعني احنا عم نحكي على مؤسسات شبه حكومية إسرائيلية
اللي هي ممولة من وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية اللي بتشتغل بشكل منهج لمشاريع وكامبينات اللي هي لتشويه وجه المؤسسات الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين، حملات إعلانات على الشبكة، محاولة لتشويه التعريفات الموجودة حتى على مستوى يعني تعريف بالويكيبيديا. احنا لجان الإغاثة الزراعية، بيلارا، الحق، عدد من المؤسسات الفلسطينية اليوم إذا أنت بتدور عليها بالإنترنت أنت راح تلاقي روابط اللي بتحكي عنها بشكل سلبي وكأنه هاي معرفة جزء من جهات إرهابية وإلى آخره، طبعاً لتشويه الوعي. يعني إذا بيجي شخص من منطقة أخرى بيبحث عن فلسطين أو فلسطينية عشان يطلع له هاي كل المضمون السلبي. فكل موضوع السمير كامبينز وكل الترولز اللي عم بيستعملوهم وهاي جهات ممولة زي أكت آي إل وفور آي إل اللي كلها تطبيقات ممولة إسرائيلياً اللي فيها عشرات الألاف الناس اللي بيقوموا بيعملوا ريبورتينج على المضمون الفلسطيني بمحاولات تنزيله والضغط على شبكات التواصل الاجتماعي، غير الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي نفسها. كان في عدة محاولات لتشريعات اللي هدفها تجريم النشطاء والمؤسسات الفلسطينية، منها منع تصوير جنود الاحتلال، منها قانون الفيسبوك، منها إقامة ناشونال سايبر دايركتورات وهيئة السايبر. نتيجة يعني وجود يعني عدم وجود استقرار سياسي في إسرائيل وعدم وجود يعني من سنتين أو أكثر وتكرار الانتخابات، هاي القوانين ما مرقت للنهاية، لكن في كل الوقت محاولات للتجريم من خلال قوانين مختلفة. طبعاً بفترة الكورونا كمان هاي الصناعات التجسس أخذت شرعية أكثر داخلياً في المجتمع الإسرائيلي ودولياً، فعدة تطبيقات اللي تم استعمالها والكشف عنها، اللي جهاز الشباك بيستعملها للتعقب سواء نحن بنحكي عن فلسطينيين وكمان مواطنين إسرائيليين اللي كمان حتى هم يعني الشباك بتبع معهم. وتم كشف أنه يعني عملياً في المنظومة بإسرائيل كل جهاز الاتصالات أنه إذا أنت شركة جاي تأخذ تصريح أو رخصة أنت بدك تمضي على أنك أنت بتعطي أكسس كامل لكل الاتصالات لكل الداتا تبعتك لجهاز الاستخبارات للشباك. فعملياً من بداية الانتفاضة الثانية من 2002 في مراقبة كاملة، يعني هاي بنحكي اللي احنا بنعرفه عن الاتصالات الإسرائيلية. طبعاً بتخيل عندهم أدواتهم اللي هم ما بيكشفوا عنها كيف هم متبعوا كمان مع الاتصالات الفلسطينية. كل موضوع كمان الكاميرات الموزعة بالشوارع يشمل الضفة الغربية، وجزء منها زي ما بنعرف في كاميرات متطورة للتعرف على الوجه، فيها تكنولوجيا التعرف على الوجه، يعني هي بتم استعمالها مش بس على الحواجز، كمان بمناطق سي، كمان بالبلدة القديمة مثلا بالقدس، بكل الشوارع موجودة منها. بس كمان هاي الكاميرات بتتبع مع الأرقام السيارات، فهم عمليا وكلها بتتجمع الداتا في كمبيوترات مركزية وبحللوا هاي السيارة طلعت من وين ووصلت لوين. فأنت كمان مراقب مش بس يعني بالعالم الافتراضي، كمان بالواقع. كلنا بنعرف كمان تطبيق المنسق اللي فرض على العمال الفلسطينيين وقت الجائحة، وبنعرف كمان المخاطر. يعني هو تطبيق المنسق كان ماخذ أكسس على الكاميرات، على البلفات داخل أجهزة التلفونات، يعني ماخذ أذونات داخل، يعني أنت بمجرد أنك وافقت على تنزيله حتى أنت بتمضي أو بتمضي على موافقة أنه جزء من المعلومات راح تسمح لهم يستحملوها ضدك في محاكم مستقبلية بحالة تمت الوصول لهيك وضعية. وإحنا نعرف يعني على الأقل أنه في 50 ألف تلفون فلسطيني تم تنزيل هذا التطبيق. طبعا هو هذا التطبيق يعني كأنك فواتت جاسوس صغير على التلفون تبعك، يعني هو معك ماشي معك كل الوقت وبجمع عنك المعلومات وما إلى ذلك. فهاي يعني جزء أساسي من التكتيكات والاستراتيجيات اللي المؤسسة الإسرائيلية بتستعملها من شان السيطرة على الفضاء الفلسطيني وعلى الفلسطينيين بفضاء بالإنترنت، والمراقبة وجمع المعلومات وجمع الداتا والبيانات بشكل متواصل. زي ما حكينا ذكرنا قبل، يعني جزء كمان من المشاكل الموجودة لما بنحكي على
كل موضوع الحقوق الرقمية هي كمان للأسف من السلطة الوطنية الفلسطينية، استعمال قانون الجرائم الإلكترونية، حجب مواقع اعتقالات وتجريم بعض النشطاء كمان على هاي الخلفية. احنا بنعرف كمان انه بقطاع غزة بتم استعمال من قبل سلطة حماس لكل موضوع إساءة استخدام التكنولوجيا كتشريع او كجزئية تشريع اللي بناء عليها بتم تجريم النشطاء. طبعا قضيتنا بتخلصش مع الاطراف الثلاثة اللي ذكرناها، هي كمان تنتقل لشركات التكنولوجيا اللي بتقوم بمراقبتنا. يعني في ثنتين منهن اللي مشهورات، شركة NSO اللي هي مشهورة كمان على بقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، طبعا لانه هاي التكنولوجيا يعني الاسرائيليين هم بيصنعوها بس هم كمان بيبيعوها للأنظمة العربية منها الامارات والسعودية من احسن الزبائن عندهم. وبنعرف احنا حالات لمعارضين اللي تم اعتقالهم او قتلهم باستعمال هاي التكنولوجيات الاسرائيلية. انيفيجن كمان انشهرت على خلفية تكنولوجيا تعرف على الوجه اللي حكينا عنها مسبقا، وكان في قضية وكان في حملة على شركة مايكروسوفت لأنها كانت مستثمر رئيسي في أنيفيجن، وبعض الضغط اللي قامت فيه جهات بحملة عالمية اللي حملة مركز حملة كان جزء منها سحبوا الاستثمار بهاي الشركة، بس الشركة هاي الإسرائيلية أنيفيجن بعدها شغالة، والكاميرات هي عمليا يعني زي سب كونتراكتر لجيش الاحتلال بكل موضوع الكاميرات للتعرف على الوجه اللي منصوب بالضفة الغربية وبالقدس. يعني فيسبوك احنا طب بتخيل فيش حاجة كثير اشرح، كلنا بنعرف يعني الاشكاليات اللي موجودة معهم على سياسة ادارة المضمون، على تبنيهم تعريفات التحريض الاسرائيلية، على تعاونهم مع وحدة السايبر الاسرائيلية، على كمان تبنيهم كل موضوع الارتفيشال انتليجنس. يعني احنا بنعرف انه عمليا ادارة المضمون هي مش بس بشر اللي بيقوموا فيها، كمان الماكنة بتكون فيها، فبالتالي بتم تغذيتها بتعريفات على حسب لوائح الالتهاب الامريكي الارهاب الامريكيه، اللي جزء من الفصائل الفلسطينيه موجودين على هاي اللائحه، فبالتالي زي ما كنا بنعرف كلمات مفتاحيه معينه باللحظه بننشر بوست بشكل اوتوماتيكي هذا البوست بنزل، وكل المشاكل الموجوده مع شركه فيسبوك. كمان جزء من الإشكاليات الموجودة اليوم هي موضوع خوارط جوجل، يعني جوجل متبنية تماماً الرواية الإسرائيلية الصهيونية، حتى على مستوى السيرش انجن يعني بتعريف القدس هي كابيتال اوف إسرائيل، بالخوارط بمناطق سي، بتعريف المستوطنات، حتى باستعمال النافيجيشن تبعهم، يعني هو ممكن هو تعريفه وافتراضه الأساسي هو أنك أنت مستوطن أصلاً يعني مش فلسطيني. كمان الحصار الاقتصادي اللي موجود، الحصار على الاقتصاد الرقمي الموجود، يعني بيبال ممنوعة على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة زي ما كلنا بنعرف، في منصات اللي مسموحة جزئياً طبعا، يعني مثلا على امازون انت مسموح تكون باير اذا انت موجود بالضفه الغربيه وقطاع غزه، بس ممنوع تكون سيلر. بنعرف انه في منصات رقميه اللي تم طرد فلسطينيين او منصات اللي عمليا لجمع التبرعات، فكل موضوع اللي ما يسمى اليوم دي بلاتفورمينج انه انت بتكون على منصه معينه وبيجي بقرروا انك انت ممنوع لك تكون عليها. فمجموعات اللي مثلا كانت عم تدعم حركة المقاطعة وكانت زي دونر باكس وعلى منصات ثانية تجمع تبرعات، تم إلغاء الحملات تبعها ومنعها من استعمال هاي المنصات. طبعا الاشي مش جاي من محل فجائي، يعني في لوبي اللي كل الوقت بمارس ضغط قانوني وآخر على هاي الشركات على أساس تتصرف بهاي الطريقة. الموضوع الأخير هو طبعا سياحة المستوطنات وكمان الصراع الدائر حواليها. احنا بنعرف انه يعني Airbnb مرحلة معينة الضغط عليهم اثمر بانهم سحبوا المستوطنات، لاحقا صار في محكمة وتم ضغط عكسي عليهم، النتيجة الحل الوسط اللي وصلوا له بالنهاية، يعني حل وسط من ناحيتهم وطبعا لقلنا مش جيد، انه بدهم يخلوا المستوطنات عمليا، بس هيش كشركة صرحت انه المصاري اللي راح تفوت لها من هاي الاعلانات هي راح تتبرع فيها لتشاريتيز ولجمعيات خيريه كثر الله خيرهم، يعني
بس للأسف يعني ما نجحنا عن جد إنه نوقف هذا النشر بالرغم من القانون الدولي وكل الأشياء اللي بنعرفها وكل الأشياء اللي تم استعمالها. طبعاً في كمان أمور أخرى اللي هي داخلياً فلسطينياً ومجتمعياً اللي هي بتتم كمان كانتهاك للحقوق الرقمية من ناحية عمليات اللي بصير خطاب كراهية شيمينج عنف مبني على الجندر. بس أنا يعني بوقف هون أو ممكن نفتحها في أسئلة أو استفسارات. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً أستاذ نديم على هذا العرض الرائع. وكثير من الزملاء عم بيطلبوا عبر الشات انه تشاركنا هذا البرزنتيشن حتى يكون في تناولهم، وانا من جهتي بدعو كل الزملاء لمتابعه الموقع الالكتروني للمركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي ومتابعه حملاتهم ومساندتها. احنا كنا خايفين شوي استاذ نديم، ولكن الان بعد هذا البرزنتيشن اصبحنا خايفين جدا، وراح لما ينفتح المجال للاسئله نسالك انه شو لازم نعمل كمواطنين، كناس عاديين، كصحفيين، كمؤسسات في مواجهة الحرب الكبيرة هذه. فبدنا إياك تشد حيلك معنا إنه كيف نواجه هذا. واحد، الآن دور النقاش، من يبدأ بافتتاح النقاش مع المتحدثين؟ أنا شايف الأيادي المرفوعة فقط الأستاذ عاطف شقير، تفضل عاطف. يعطيك العافية أستاذ عماد، بشكر الأستاذ نديم على هذه عن جد المحاضرة الرائعة والقيمة. يعني بضيف إلى كلمتك أستاذ عماد، إحنا هسه في ظل يعني مواجهة المحتل وفي ظل تحرير يعني البلاد من المحتل، ما زلنا يعني أرض محتلة. واقع الإعلام الرقمي مثل ما تفضلت واقع مأساوي، يعني جوجل مش معترفة في فلسطين الآن. طب نحن سننتقل إلى الإعلام الرقمي، طب شو الحلول أمامنا الآن؟ إحنا بدنا ننتقل وبدنا طبعاً نناضل ونكافح من أجل طبعاً وضع مثلاً منصاتنا الإعلامية الرقمية في الساحة الدولية المؤثرة، عشان مثلاً نطلع العالم. يبدو انقطع الصوت من عند الأستاذ عاطف، فبنستغل الفرصة ونشوف المتحدث التالي. عندنا الأستاذة ليندا سفاريني كانت حابة تعمل مداخلة، تفضلي ليندا. شكرا أستاذنا. أنا المضبوط كنت بدي أرجع لست أنا من السويد، حكت كتير في موضوع مهم، حكت بالآخر سؤال كتير مهم، قديش الإعلام التقليدي متقبل هاي القفزة والثورة في الإعلام الرقمي. حابة أقولها إنه الموضوع اللي طرحته يا ريت تخصص لنا وقت نحن كمركز تطوير إعلام نناقشه نحن وياها سوا عشان نبني عليه، لأنه في كتير من طرفنا تشير يعني information عشان نعطيها من عندنا معلومات، ناخد من عندها معلومات ونشوف شو ممكن نعمل فيه، لأنه الموضوع اللي طرحته كتير مهم وكتير نحن بحاجته نعرف عنه أكتر. فإذا من هون من هذا الستيج نطلب منها تعطينا يوم أو وقت لمركز تطوير الإعلام بساعة زمن نناقش اللي حكت فيه، لأنه بده توسع. أنا هذا وبشكرك أنك عطيتني دور. شكراً ليندا. الآن الكلام عند أنا، إذا عندها رد على هذا الطلب المباشر. في انتظار ذلك بدنا نرجع للأستاذ نديم. العرض تاعك كان كثير رائع وكثير مميز وكثير خوفنا شوي، وحكيت عن جملة كبيرة من الأمور، ومش عدو واحد، عدد كبير جدا من الأعداء اللي بترصدونا مش فقط عبر الـ Virtual Live، وإنما أيضا عبر الحياة الواقعية وإحنا ماشيين في الأسواق وإحنا بنقود في سياراتنا. ما الذي يمكن عمله؟ بالواقع يعني احنا قبل سنة وشوي عملنا بحث بين الشباب الفلسطيني، حاولنا نفهم يعني تصرفه على الشبكات يعني من ناحية مشاركة السياسية تبعته. فالنتيجة هي انه عمليا ثلثين من الشباب الفلسطيني يعني، والبحث كان شامل كل فلسطين التاريخية يعني يشمل القدس و48 وقطاع غزة والضفة، ثلثين الشباب الفلسطيني عموماً بخاف يعني بخاف يشارك آراءه السياسية على الشبكة. يعني إحنا مرقنا سيرورة معينة من إنه في قمع من عدة أطراف من عدة جهات كل الوقت، في تواطؤ من شركات التواصل الاجتماعي ضدنا كمستخدمين فلسطينيين. فبالتالي
في نوع من تشيلينج إفكت اللي يعني اللي فات على الموضوع، انه يعني وصل الناس وخصوصا قطاع الشباب لنفسية خوف اللي فيها انا بشاركش وبفضل امتنع، وحتى يعني نزوح عن كل العزوف عن النقاشات السياسية. وطبعا يعني هذا شيء خطير، لانه بالنهاية احنا بدنا مجتمع اللي هو فيه نقاش، فيه تطور، فيه روح ديمقراطية، تنوع إلى آخره. الموضوع هو أنه يعني إحنا ما بنحكي عن كل هاي المخاطر مشان نخوف الناس، إنما أكثر يعني مشان نوعيهم. وكثير اليوم يعني عم بنحكى على المستخدم الذكي لهاي الشبكات التواصل الاجتماعي، المفهوم أنه تعرف إيش تنشر، وين تنشر، كيف تعرف تحمي حالك نسبياً، تحمي حساباتك بخطوات معينة. مش كلنا مجبورين نكون يعني مبرمجين أو هاكرز عشان نحمي حالنا أحسن. بس الفهم الأساسي هو كمان هو نوع من سلوك، يعني هو تصرفات على الشبكة. فإذا في كونسبت معين اللي بتم تذويته كيف أنا بتصرف بالأونلاين، بفكر من غاد ممكن إحنا نحمي حالنا بكثير. هلا هو واضح يعني إذا إنه الموضوع هو نسبي، يعني هو ما في إشي اسمه أمان مطلق بالأونلاين. واضح انه اذا في جهة استخبارات معينة لشي دولة حطت حدا براسها، انه صعب عن جد يعني يخبي معلوماته. بس بنفس الوقت انت يعني ما بدك تكون يعني حاطط كل معلوماتك على طبق وعم بتقدمه للناس انه خدوا معلوماتي وبياناتي. يعني فمفروض انه، وهذا اليوم بكثير دول بكثير محلات بالعالم يعني بيحكوا على كل موضوع الميديا ليترسي، كيف نتعامل مع الميديا، كيف نحمي حالنا. كمان على مستوى الأمان الرقمي، يعني اليوم في كثير فيديوهات اللي بتشرح بطريقة بسيطة، يعني وفي عدة إصدارات وحملات لمركز حملي اللي ممكن أنا أحط كمان بالشات بوكس يعني مواضيع مقالات للقراءة في مركز الأمان الرقمي باللغة العربية اللي عملناه. وكمان في دورات، يعني عملنا دورة اللي موجودة مصورة ممكن البني آدم يحضرها من 10 حلقات اللي بتحكي على 10 مواضيع مركزية بطريقة سهلة، وبتشرح كيف إنه ممكن نأمن حالنا على النت من خلالها. فأنا راح أحط يعني هذه دعوة للجميع أن يتابع هذه 10 فيديوهات، مش فقط يتابعها أيضا يعممها على الجمهور، لأنه فعلا إحنا كنا لما بنعطي دورات في الأمان الرقمي كنا بنحس إنه في النهاية انخلق نوع من الخوف عند الناس، بحيث إنه بدهم يحموا حالهم، معناها إنه ما بدهم يتدخلوا. لا، إحنا بدنا إياهم يتدخلوا ولكن بشكل مضمون وآمن. سؤال من الأستاذ صالح مشارقة للدكتور عبد الرازق. دكتور عبد الرازق، يعني تدريس الذكاء الاصطناعي هل ممكن يكون سهل لطلاب الإعلام، ومين اللي لازم يقوم بتدريسه؟ يعني بالتأكيد مش راح نطلب من الصحفيين أنهم يدرسوا، أكيد راح نطلب من حدا متخصص في مجال ثاني. شو رأيك دكتور عبد الرازق؟ يبدو الدكتور عبد الرازق مش موجود معنا. طيب أسفير الأستاذ صالح، بنوجه سؤالك، يعني لما نشوفه وجاهيا مرة تانية للتعمق في هذا الموضوع، لأنه فعلا كتير مهم. الآن إحنا في طور ختام هذه الندوة اللي استمرت قرابة 3 ساعات. قبل ما أطلب من زميلتي نبال ثوابتي والدكتورة كارولا إنهم يلقوا بختام هذه الندوة، ولكن قبل ذلك بدي أحاول ألخص أهم ما سمعت منها. بحب أحكي أنه يعني الرقمنة في الإعلام ليست خيار، ما في مجال أن نقول أو لا، هذا مسار إجباري، وليس فقط مسار إجباري، هو مسار بدأ، إن لم يكن بمعرفة الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية فهو على صعيد الجمهور قد بدأ وتحقق الأمر. ما يهمنا كمتدخلين في مسار هذا المسار الإجباري هو أن لا يكون هذا التطور، هذه الرقمنة، على حساب المصداقية وعلى حساب التنازع عن أخلاقيات الإعلام. هذا تحدي كبير يجب أن نمارسه باستمرار كمدرسين للإعلام. ومن الضروري أيضاً أن لا نتوقف عن المطالبة بتطوير البيئة القانونية بحيث تكون قادرة على الاستجابة لهذا الواقع الرقمي الجديد. ويهمنا أيضاً أن لا يجري الأمر إعداد الصحفيين فقط، وإنما أيضاً إعداد الجمهور لاستقبال هذا الكم الهائل من المعلومات الذي سيستقبله على موبايلاته. الفكرة الأساسية أنه كيف نزود الجمهور بآليات مش فقط للتحقق
وإنما أيضا بآليات التفكير الناقد، بحيث يتمعن جيدا في هذا الكم الهائل من الرسائل التي تصله. الموضوع الآخر هو ضرورة وجود تعاون ما بين الكليات التي تدرس الإعلام وما بين مدرسين الإعلام من أنفسهم، وأيضا هذا التعاون يجب أن يشمل المؤسسات الإعلامية بحد ذاتها، حيث تكون قادرة على الدخول في العصر الرقمي بشكل آمن وبشكل مدروس ومخطط له، بحيث يكون لديها استراتيجية وحيث يكون لديها خطط لتفاعل مع الجمهور. الموضوع الآخر أنه يجب أن يكون لك أيضا تعاون مع الجهات القائمة على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، سواء كانت نقابات أو مراكز ترعى حقوق العاملين في مجال الإعلام. التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام تزداد أهمية هذه الأيام مع وجود هذا الكم الهائل من صناع المحتوى والقادرين على نشره من أصحاب المنصات. إلى جانب صحافة البيانات وأهميتها، تبرز اليوم أهمية وجود صحافة التحقق. كيف نزود صحفيين بقدرة على استخدام كل الأدوات التقنية من أجل التحقق من الفيديوهات، من الصور، من الحسابات الرسمية، من الحسابات المنتحلة؟ هذه مواضيع يعني غاية في الأهمية. وهنالك ضرورة قصوى لزيادة عدد المنصات التي تمارس عملية التحقق. مثلا في فلسطين لدينا منصتين أو ثلاثة، أنا أعتقد أنه يجب زيادة عدد المنصات التي تراقب ما ينشر من محتوى في كل المجالات. يجب أن يكون لدينا منصة للتحقق من الأخبار الاقتصادية والحملات والإعلانات المضللة. يجب أن يكون لدينا مرصد متخصص في رصد خطاب الكراهية، مرصد متخصص في رصد الخطاب غير الحساس للنوع الاجتماعي. المجالات متعددة وواسعة من أجل ممارسة سياسة التحقق ومن أجل امتلاك منصات للتحقق بمجالات مختلفة جداً. الحماية والأمن الرقمي مسألة يجب يعني الاعتناء فيها أكثر، ولكن بشكل لا يقود إلى تكبيل أو تكميم أفواه المغردين، وإنما إلى حماية ملفاتهم الشخصية، ولكن دون المس بقدرتهم على التعبير عن أنفسهم بشكل حر وواعي. في إلى جانب كل ما قيل عن الحقوق والحريات الشخصية، دائما نفتقد إلى الحديث عن الحق في السمعة، الحق في السمعة الشخصية والسمعة العائلية والسمعة التجارية، وهذا الحق منصوص عليه في القوانين الدولية، ربما غير منصوص عليه بشكل مباشر في القوانين الفلسطينية، ولكنه حق أيضا من حقوق الجمهور مثل ما هو حقه في حرية الرأي والتعبير. هذا ما أردت أن أقوله، وبدي أشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا، وبعض الكلمة الآن للزميلة نبال ثوابتي من أجل ختام هذه الندوة. تفضل يا نبال. يزيد فضلك يا عماد، وشكرا جزيلا بصراحة، يعني النقاش كان أكثر من مفيد، وشكرا لكل الناس اللي بعتونا أوراقهم والعروضات اللي قدموها ولحظات قيمة، وأنا كتير متفائلة إنه من هاي اللقاء سنكمل ورح نبني المزيد من الخطوات التعاونية في المستقبل القريب. شكرا للزملاء في الضفة وبغزة وفي مصر وفي عمان وفي كل مكان، وبتوقع عماد إنه إحنا كمان بحاجة إنه نحافظ على هذا الشكل من التواصل. إحنا كنا مفكرين سابقاً كيف يكون عندنا مثل هاي اللقاءات بشكل مستمر ومنهج، وإحنا في مركز صور الإعلام سعداء بهاي الاستضافة، وأكيد ممكن نفكر بشكل مستقبلي كيف يكون عندنا المزيد من هاي اللقاءات التفاعلية إن شاء الله. دكتورة كارولا، مسك الختام لديك، تفضلي. Thank you so much. I mean, it was a really, really interesting webinar today, and I learned a lot. And I think it became so clear that media literacy is not at all only about achieving some technical skills or so, but it's really, we need to change a whole mindset, and the mindset of journalists, of our students, and the mindsets of audiences as well. And I think this is something we, as academic institutions, as universities, we definitely need to work on in the future. And it's a complex issue, but I think we got a lot of inspiring ideas today of how to do that. Thank you so much for doing it. And also thanks to the organizers of making all this possible. Thank you. الرائعة. بدي أشكر زميلتنا ضحى على حسن التنسيق لهذه الندوة.
الحمد لله رب العالمين كانت كل الأمور التقنية مجهزة وتمام التمام. وشكرا جزيلا لريما عجرمي على الترجمة، أكيد تعبناها كثير. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة مهمة وضرورية من أجل متابعة ما قيل في هذا اليوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. يعطيكم العافية. شكرا. شكرا لكم وإلى اللقاء.